بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة قبل بس ما أبدأ، أنا بس النهاردة كان في كلام على أن بكرة إن شاء الله سيكون هناك تغيير في رئاسة لجنة التحكيم في مصر. يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل بكرة بعده، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل، لأنه الحقيقة اللي احنا بنشوفه دلوقتي، أنا لسه نازل كنت أتفرج على مباراة سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك، ركلة جزاء صحيحة 100% لصالح سيراميكا كليوباترا لشادي حسين، بالظبط حصلت زيها، هي نفس اللعبة بالظبط السنة اللي فاتت مع سيراميكا كليوباترا ضد نادي الزمالك، واحتسبت لصالح نادي الزمالك هدف صحيح 100%. أنا بتكلمش على الزمالك وسيراميكا، ولكن بالمناسبة السنة أهي أمام حضراتكم نفس الحالة تقريبا بالظبط. السنة اللي فاتت حسبت بالفار، السنة دي الكابتن إبراهيم شافها، كابتن إبراهيم نور الدين شافها غير صحيحة. تمام، أنا بقول رأيي، ما بقولش حاجة. على فكرة أنا لسه نازل كنت بتفرج على المباراة زي أي حد، بشوف مباراة في الدوري العام المصري، من المفترض إن أنا أشوف مباراة سواء المحلة والإسماعيلي، سواء بقية المباريات اللي اتلعبت النهاردة، زي ما شفت المباريات والبنك الأهلي والمقاولين، شفت الماتشات كلها، بركز طبعا على كل المباريات، ولكن بشوف التحكيم عامل إزاي يا جماعة. في مباراة الإسماعيلي والمحلة أيضا هناك ألعاب واضحة جدا للحكام. أنا معرفش في إيه في التحكيم الحقيقة المصري حتى هذه اللحظة. أنا بتكلمش على فرق بالمناسبة، أنا بتكلم على تحكيم. إيه اللي بيحصل؟ دايما يتقال إيه؟ المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم عدل. يعني حتى لو كرة أنت ظالم فيها السنة اللي فاتت فريق سيراميكا كليوباترا، طب إديله بقى السنة دي مثلا، يعني أنا بقول مثلا. فالحقيقة أخطاء غريبة جدا من الحكام السنة اللي فاتت النادي الأهلي خسر الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية، وهفضل أقول هفضل أقول كل شوية هذا الكلام. مش ممكن اللي احنا بنشوفه ده ما يصحش في بلد كبير وعريق زي بلدنا، إن احنا نشوف هذا التحكيم بهذا المستوى الهزيل. أنا آسف، الهزيل من الناحية الفنية. يعني ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ليه كده؟ احنا عندنا حكام على افضل مستوى، عندنا كابتن عصام عبد الفتاح رجل له اسمه وله باع كبير في التحكيم المصري والعربي. ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف الحقيقه. بقول لحضرتك لسه نازل اهو، يعني مفيش اي حاجه، واحد بيتفرج على ماتش. انا كنت نازل ناوي اتكلم مع حضراتكم على مباراه المحله والاسماعيلي واللي شفته فيها، شفت كام كوره في مباراه البنك الاهلي والمقاولين العرب، برضو نفس الكلام، كام كرة كده يعني، لأن كنت بتفرج على المحلة والإسماعيلي وكانوا في نفس التوقيت. فالحقيقة الواحد بيشوف أخطاء واضحة وضوح الشمس، سواء للمحلة أو للإسماعيلي، سواء للبنك الأهلي أو للمقاولين العرب، سواء للزمالك أو لسيراميكا كليوباترا. لكن يا جماعة مش كده، هو إيه ده؟ هو في إيه في التحكيم المصري؟ حضرتك مش عايز تدي الدوري للاهلي، او مش عايز تدي الحق للاهلي، مش هقول الدوري عشان ما حدش يقول لي، اصل بيقولوا لي انت بتقول ان الاهلي ماشي، مش عايز تدي الحق لاي حد، ادي الحق للنادي الاهلي يا اخي، حرام عليكم اللي بيحصل ده. ليه كده؟ ليه بتعملوا كده في كرة القدم المصرية؟ بلاش النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي بيسبب بعض الحموضة ماشي، لكن ليه بتعملوا كده؟ أن يظهر المستوى بهذا الشكل الهزيل؟ لا، في حاجة غلط في كل المباريات. السنة اللي فاتت هي أنا قعدت أجيبك الكرة السنة اللي فاتت وكرة السنة دي تقريبا هي، بس أنا للأسف ما عنديش الحق لأن أنا أزحها فما قدرتش، لكن هي الكرة السنة اللي فاتت هي السنة دي تقريبا، في مباراة الزمالك وسيراميكا السنة اللي فاتت ومباراة الزمالك وسيراميكا دلوقتي. أنا ما أعرفش النتيجة كام دلوقتي، هيقول لك اصله اسلام مش عارف ايه، وهيقعدوا يقولوا الكلام اللي بيتقال. ما عنديش مشكله، قول اللي عايز تقوله قوله، انا ما عنديش مشكله. ف1-0 للزمالك امام عاشور تمام، لكن انا بتكلم في
شكل التحكيم المصري بقى وحش جدا 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 جدا. النهارده حلقتنا هيكون فيها تفاصيل مهمه جدا لكل عشاق النادي الاهلي، بالمناسبه وللمره الثانيه ولليوم الثاني على التوالي. انا مش هتكلم عن بقيه البرامج اللي موجوده في قناه الاهلي، ولكن انا هتكلم عن نفسي وعن برنامجي او هذا البرنامج اللي انا بامثله امام حضراتكم. انا عايز اقول لحضراتكم ان انا اعرف كل تفصيله تخص تفاوض النادي الاهلي مع المدير الفني الجديد. انا عن نفسي اعرف كل تفصيله، اعرف اتفاوضوا مع مين وعملوا ايه ووصلنا لايه وايه اللي حصل وده كان عايز ايه وده، كل تفصيله انا عارفها كويس جدا جدا جدا، وعندي بعض التفاصيل الموثقه بالمناسبه من مصادر خارج النادي الاهلي ملهاش علاقه بالنادي الاهلي. انا هتكلم عن نفسي بس، مش هتكلم عن بقيه الزملاء اللي موجودين، لان انا الحقيقه بشوف ان هناك البعض بيحاول ان يخلي جمهور النادي الاهلي يبعد عن قناته. يقول لك اصل القناه لا يا فندم احنا مش مغيبين، احنا عارفين كل حاجه يا فندم، كل حاجه بتحصل في موضوع المدير الفني للنادي الاهلي احنا عارفينها، ولكن هو موضوع غير مسموح الكلام فيه، غير مسموح، حد حد يعني ما بيسمح لناش، لا لا يا فندم. لكن هي عباره عن ايه يا فندم؟ عباره عن ان انا بشوف، مش ان انا، ان الموضوع كله ان مصلحه النادي الاهلي في عدم الاعلان الا بعد الاعلان الرسمي، هو ده اللي انا اقدر اقوله لحضراتكم. لكن احنا عارفين كل حاجه، مش انا لوحدي بالمناسبه، انا يمكن اقل حد عارف حاجه عن المدير الفني في القناه، من اول الزملاء نهاوند وكريم لغايه اخر حد بيطلع مع حضراتكم بالليل، كل المذيعين وكل اللي موجودين عارفين كويس جدا ايه اللي بيحصل ونقول ايه ونقدر نطلع نقول ايه. ولكن في النهايه أنا مرتبط بحاجة واحدة فقط، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور أنا ما عنديش مشكلة، ما بتضايقش يعني، لكن أنا حابب إن أنا أشرح لحضراتكم إيه اللي إحنا بنعمله، بشرح لحضراتكم إيه اللي بيحصل داخل قناة النادي الأهلي. مصلحة النادي الأهلي هي الغالبة على كل شيء. وهل حضرتك مثلا يعني تتصور، بلاش أنا، طلعني أنا بره الحسبة، هل تتصور مثلا ان قيمه المهندس عدلي القيع والاستاذ ابراهيم منيسي ما يعرفوش مثلا اللي بيحصل؟ عارفين، ولكن بيغلبوا مصلحه النادي الاهلي على اي شيء اخر. مين تاني؟ كابتن هيثم السعيد ما يعرفش ايه اللي بيحصل؟ لا يعرف، المعدين بتوعه يعرفوا، لكن بيغلب مصلحه النادي الاهلي. كابتن اسامه حسني اكيد يعرف، عنده مصادره، ولكن بيغلب مصلحة النادي الأهلي. كابتن هاني رمزي أكيد يعرف، عنده مصادره، ولكن بيغلب مصلحة النادي الأهلي. كل المجموعة اللي موجودة يا فندم بتغلب مصلحة النادي الأهلي فقط لا غير، لكن احنا عارفين كويس جدا التفاصيل، عندنا تواصل دائم مع النادي الأهلي ومع كل حاجة بتحصل، والناس بما بتحكي لنا، لو حد حكى لنا من داخل النادي الأهلي يعني بيحكي لنا، لأنه عارف كويس جدا إن احنا مش هنقول كلمة إلا بعدما يتم الإعلان رسميا من خلال قناة الأهلي وبقية المنصات الرسمية للنادي الأهلي. أنا بس حبيت إن أنا أقول هذا الكلام لأنه أنا بشوف إن هناك هجوم غير مبرر من وجهة نظري، أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام، يمكن لكن هو من وجهة نظري هو هجوم غير مبرر على الكثير من مذيعي قناة النادي الأهلي أو على القناة بالكامل. يقول لك القناة مغيبة وما بتتكلمش عن المدير الفني، أيوة يا فندم احنا ما بنتكلمش عن المدير الفني، ده شيء صحيح مليون في المية، مليون في المية، لأني بغلب مصلحة النادي الأهلي. ويوم لما المدير الفني يتم التعاقد معاه، وده في خلال فترة وجيزة جدا إن شاء الله يعني، هتعرفوا حضراتكم أو هتعرفوا مين الراجل ده من خلال قناة الأهلي إن شاء الله يعني. فاللي عايز أقوله لحضراتكم
ننتقد طبعا انفسنا وبنشوف ايه الغلط وبنحاول نصححه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، ولكن في النهايه لا يا فندم احنا عارفين كل حاجه، ولكن هو مصلحه النادي الاهلي فوق الجميع. مصلحه النادي الاهلي فوق الجميع. النادي الاهلي دايما في كل مكان. النهارده ليله مباراه مهمه جدا، الاهلي وسموحه ان شاء الله اللي هتقام بكره ان شاء الله في تمام الساعه 9:30 على استاد الاسكندريه. زي ما حضراتكم عارفين هذه المباراة ضمن الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز. مباراة صعبة، مباراة مهمة أمام خصم عنيد، ولكن لا بديل عن الفوز وحصد الثلاثة نقاط. في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الإصابات، أنا دايما بتكلم في إيه؟ إن مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب. يعني أنا عايز الثلاث نقط. ليه؟ عشان أستمر في المشوار اعتلاء صدارة الدوري. لكن على الجانب الآخر هناك حالة كبيرة جدا من الثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني. كابتن سامي قمصان ماشي بخطوات ثابتة مع الفريق في مهمته الحقيقة المؤقتة في منصبه كرجل أول للجهاز الفني. ممكن بكرة بعده بعده محدش عارف، هيتم الإعلام من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القادمة من سيكون المدير الفني القادم. كابتن سامي بالمناسبة قدم أوراق اعتماده كواحد من المدربين المميزين في كرة القدم المصرية، مفيش كلام ولا ده مجاملة ولا أي شيء آخر، ولكن هو قدم نفسه ضمن المدربين الشباب اللي هم كابتن علي ماهر، الكابتن عماد النحاس، الكابتن أحمد سامي، كابتن بسيوني، كابتن كل الكباتن الكبار اللي ما كابتن عودة، كباتن الشباب المدربين المديرين الفنيين الشباب اللي موجودين. وبالتالي وده مش وفقا لكلام ولكن وفقا لنتائج جيده حققها كابتن سامي قمصان في ظل هذه الظروف الصعبه اللي بيمر بها الفريق. اي واحد تاني في ظل هذه الظروف كان قال لك يا جماعه بقى انا حتى لو اتغلبت ولا اتعادلت محدش هيقول لي انت بتعمل ايه؟ انا راجل مؤقت ويا عالم ايه اللي هيحصل بعد كده. ولكن بنى الفريق، لعبت الزمالك، لعبت بيراميدز، لعبت بقيه الفرق اللي لعبتهم، ولكن لعبت فرق من الفرق القويه، الزمالك وبيراميدز من الفرق الكبيره والقويه في مصر حاليا. غزل المحله فريق كبير وفريق محترم، لكن في النهايه قدرت تكسب كل هذه المباريات باستثناء مباراه الزمالك اتعادلت فيها. في ظل غيابات كثيره جدا جدا، وفي فوزت كابتن سامي يعني في ظل توليه القياده الفنيه المؤقته فاز على المصري بالسلوم في الكاس وفاز على ايسترن كامباني وتعادل امام الزمالك وفاز على غزل المحلة وأخيرا فاز على بيراميدز في كأس مصر للنسخة الماضية. سعيد جدا الحقيقة بتعليقات الجمهور على كابتن سامي، لأنه مستقبل التدريب لفريق النادي الأهلي وللمنتخب وللفرق المصرية بقى خلال الفترة اللي جاية. كابتن سامي قمصان الحقيقة بقى لي يومين بتكلم عنه لأنه يستحق، يستحق أن هو يكون في أعين جمهور النادي الأهلي حد كويس، حد إحنا عايزين لو لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجه يبقى دايما كابتن سامي موجود. دايما قبله كان الكابتن محمد يوسف موجود، قبله كان كباتن كتار موجودين الكابتن فتحي وكل الكباتن، كابتن زيزو قبل كده، كباتن كبار جدا جدا جدا. يكون عندك مدرب واعد اساسا طالع من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كان مدرب يعني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فكابتن سامي قمصان الحقيقه استحق كل هذه الاشاده خصوصا في ظل هذه المرحله الصعبه. برضه من الكلام المهم جدا هو لما يبقى عندك حاجة حلوة، عندك حاجة حلوة، ليه دايما بنحاول أن نفسد حاجة حلوة لمصر كلها؟ ليه دايما بنحاول أن احنا نفسد الحاجة الحلوة اللي مصر كلها بتتكلم عنها دي؟ أنا عارف أن الأهلاوية ما بيعملوش كده، ولكن البعض، هناك هجوم شديد جدا على نجم النادي الأهلي كابتن محمد الشناوي على مواقع التواصل الاجتماعي. متأكد ان هم قلة مندسة الحقيقة من بعض من لا يشجع النادي الأهلي زي ما دايما بقول، ولكن من حقنا ان احنا ننتقد محمد الشناوي، مليون في المية من حقنا ان احنا ننتقد محمد الشناوي طبعا، مفيش اي مشكلة. ولكن محمد الشناوي افضل حارس مرمى في مصر وفي افريقيا وسيظل كذلك، واحد اهم العناصر والركائز الأساسية اللي كانت سبب رئيسي في تتويج النادي الأهلي ببطولات كثيرة جدا جدا. أنا ما كنتش عايز أتكلم اليومين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن أنا دايما بشوف إيه، بعمل إيه لما بلاقي في اتجاه معين ف
فبشوف هل ده جمهور الاهلي فعلا ولا لا. فبفضل ماشي ورا بعض الاكونتس اللي موجوده، الفيك اكونتس اللي موجوده بتوصلني، ببقى عارف ان الناس دي مين، الناس دي بتشجع فريق ايه. بتشجعش الاهلي طبعا طبعا، لكن اللي بينتقد محمد الشناوي، الاهلاويه اللي بينتقدوا محمد الشناوي بيقولوا ايه؟ اول كلمه بتتقال محمد الشناوي ده افضل حارس مرمى، محمد الشناوي ده واحد من افضل ان لم يكن الافضل فهو واحد من افضل الحراس اللي موجودين في مصر وفي افريقيا، ولكن يمكن مستواه قليل السنه دي بسبب ظروف كذا ولا كذا ولا كذا، مش عشان غلطه ولا عشان حاجه ممكن تحصل، خطا وارد بالمناسبه، كلنا بنخطئ في الملعب، لكن الهجوم الشديد اللي على محمد الشناوي من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيقابله دلوقتي، لو تاخدوا بالكم كده، ان جمهور الاهلي الواعي بيرد على مثل هذه الامور بشكل جيد جدا. النهارده كمان عايز احيي الحقيقه الموقع الرسمي للنادي الاهلي، لانه صفحه رسميه يعني النادي الاهلي على الفيسبوك النهارده حرصت على تقديم الدعم لمحمد الشناوي، لانه زي ما قلت لحضرتك ان هو ده هم عارفين كويس جدا، الناس دي بتاع السوشيال ميديا طبعا، وفاهمين انه اللي بيحصل ده يعني ما اي كلام، يعني مش هو ده الصح يعني، وان هناك بعض الفيك اكاونتس هي اللي بتودينا لهذا الاتجاه. ولكن قائد كبير وحارس عملاق دائما ما كان حاضرا في المواعيد وفرس الرهان الذي يحافظ على قيم وثوابت النادي الاهلي، هو ده اللي يستحقه مننا محمد الشناوي. اخطا، ننتقد محمد الشناوي، نقول ان هو اخطا، ولكن هيقف على رجله تاني وهيفضل وهيعمل وهيبقى زي ما هو. احنا عايزين محمد الشناوي يفضل زي ما هو، ما يتغيرش، لانه هيكون سبب رئيسي، انا متاكد مليون في الميه محمد الشناوي هيكون سبب رئيسي في تتويج النادي الاهلي ان شاء الله ببطوله الدوري وبطولتي كاس مصر اللي فاتت واللي جايه والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، لانه مهم جدا جدا جدا. دعم محمد الشناوي هو دعم واجب خلال هذه الفتره، لانه خش وشوف، وحتى لو هناك البعض بيحاول من جمهور النادي الاهلي، وهذا حقهم بالمناسبه، هذا حقهم ان هم ينتقدوا، انتقدوا كل حاجه، ولكن افتكر كده الشناوي هو بيطلع من تحت العارضه دي ومن تحت العارضه دي ومن تحت ومن هنا ومن هنا ومن هنا، الشناوي ياما طلع دوره بالمناسبه، مش قصدي حاجه دوره، ولكن الشناوي من حقنا ان احنا ننتقده ونقلل لانه مستواه قل شويه، ولكن في النهايه لا، محمد الشناوي يظل دائما. وبعدين على فكره فكر كده حضرتك، احنا عمرنا ما بنتعاملش بالقطعه، سواء مدرب او لاعب او اداره، او انت بتتعامل على سنه، على حسب العقود او على حسب او مجمل الشغل بتاعك عامل ازاي، مش مجرد كلام وخلاص، لانه المباريات القادمه للنادي الاهلي هنعتمد فيها على صاحب الروح القتاليه للثانيه الاخيره. عشان كده دايما حابب ان انا احيي دايما لاعيبه النادي الاهلي بالكامل، كلهم كلهم الحقيقه يستحقوا مننا التحيه، لانه تعبوا جامد جدا جدا الفتره اللي فاتت، والفتره اللي جايه اصعب، والفتره اللي بعدها اصعب. فكل ده سواء ياسر ابراهيم، سواء رامي ربيعه، طاهر محمد طاهر، يعني قتال ورجوله في الملعب، هو ده اللي احنا محتاجينه في الفتره دي بالمناسبه. لان زي ما حضراتكم شايفين الدوري قوي للغايه، وما فيش نتيجه متوقعه، او ما فيش نتيجه متوقعه، الفريق اللي بيكسب الجوله دي بيخسر الجوله اللي بعدها، منافسه شرسه جدا 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 بين الفرق اللي بتحاول انها تهرب من الهبوط للقسم الثاني، وصراع الفرق على مقدمه الدوري او المنطقه الدافئه اولا، ثم تتويج ببطوله الدوري ما بين اهلي زمالك اسماعيلي ماشي في اسمه بيراميدز. كل فريق في الدوري عنده هدف عايز يوصل له، مثلا مواجهه سموحه بكره، دوافع سموحه كبيره جدا تحت واحد من اهم المدربين الشباب المحترمين اللي كنا لسه بنتكلم عن كابتن سامي، كابتن عبد الحميد بسيوني، واحد من اهم المديرين الفنيين الشباب اللي موجودين على الساحه دلوقتي الحقيقه، واللي هيكون متواجد بكره طبعا في المدرجات عشان عقوبه الايقاف، بينفذ عقوبه الايقاف. ولكن سموحه مركز خامس بالمناسبه 36 نقطه بفارق الاهداف عن طلائع الجيش المتساوي معه في عدد النقاط، ولكن
طلائع الجيش في المركز السادس، وفيوتشر كمان في المركز الرابع برصيد 36 نقطة. يعني ثلاث نقاط فقط بتفصل بين أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس. سموحة عنده دوافع كبيرة جدا، عايز أكسب النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم، ودايما الكلمة الشهيرة اللي بقولها يعني حتى كل ما حد يشوفني يقول لي بكرة الجل بكرة هيكتر، يعني إيه دايما الماتشات اللي قدام الأهلي. أنا حتى كنت بعمل كده لما كنت بلعب ضد النادي الأهلي عشان ما حدش يقول لي أنت بتتلع، لكن كلنا كنا كده اللي هو إيه، أي مدرب أو أي مدير فني في مصر أو في أفريقيا بيفوز على النادي الأهلي بتتحط في السي في بتاعه. أي لاعب نفس الكلام، نفس الكلام اللعيبة. زمان إحنا لما كنا بنلعب في أندية أخرى كان دايما إيه يقول لك إيه، النهاردة الأهلي هنلعب الأهلي فنحط الجل ونزود الجل شوية عشان الناس بتتفرج علينا. فاللي بقوله لحضراتكم كل واحد سواء مدير فني أو لاعبين أو أجهزة فنية، كل واحد بيحاول إن هو يعني يطلع أكتر حاجة عنده. كل الناس عايزه تخش المربع الذهبي، سموحه عايز يخش المربع الذهبي، عايز ينهي. طبعا مش هيشارك في افريقيا لانه خلاص الموضوع تم حسمه، اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر هم دول الاربع فرق اللي هيشاركوا سواء في دوري الابطال او الكونفدراليه، ولكن عايز ينهي زي السنه اللي فاتت كده ما عمل، ينهي الدوري في المركز الرابع. السنه اللي فاتت نفس الكلام، سموحه كان نهى الدوري في المركز الرابع والمصري شارك مكانه. عشان كده أنا بقى خاطب جماهير النادي الأهلي الدعم ثم الدعم ثم الدعم. مباريات الأهلي القادمة تكسب ولا تلعب، دي وجهة نظري. المبدأ اللي أنا عايز أكده لحضراتكم إن المباريات الفترة اللي جاية فيها كده كتير. قبل بس ما أروح لفاصل وأستعرض الأخبار، بكرة إن شاء الله هحكي لكم اللي هيحصل بالمناسبة، وبمناسبة الحكاوي الحكاوي اللي انا عايز احكيها لحضراتكم، يعني عندنا برضو بعض المعلومات لكن فيما يخص مدرب او مدير فني للمنتخب. المدير الفني للمنتخب اتحاد كره القدم بكره ان شاء الله هيعقد اجتماع من اجل الاعلان عن اسم المدير الفني الاجنبي الجديد للمنتخب الوطني خلفا لكابتن ايهاب جلال. كيروش تم استبعاده. شكرا. ليه؟ لانه هاجم الاستاذ دكتور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وزي ما حضراتكم شفتوا. يعني هل حضرتك ممكن تضحي بمدير فني علشان خاطر ان هو لم يهاجم؟ انا بشوف ان كيروش قال الحقيقه من وجهه نظره، هم اتحاد الكرة شايفين ان هم هاجمهم. بالمناسبه هذه معلومه، هل تم، مش هقول المعلومه، لكن هل تم خصم 25000 دولار اللي قال عليها الخناقه دي؟ بالمناسبه هل تم خصم 25000 دولار من الاتحاد المصري لكرة القدم من راتب أو من مستحقات كارلوس كيروش؟ مش هقول دلوقتي، استنى بس ما اشوف بكرة ايه اللي هيحصل، لانه الكلام لحد ساعات قليلة كان محصور الحقيقة ما بين البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لمنتخب بولندا وفلامينجو البرازيلي. يعني سيرة ذاتية بتقال ان هي مش قوية جدا، وده برضو عامل انقسام كبير بين اعضاء اتحاد كرة القدم، كابتن حازم امام عضو مجلس الادارة واللي رشح سوزا الحقيقة وكان من المؤيدين له يعني، وخلي بالكوا سوزا كان من المساعدين لكيروش منتخب البرتغال يعني قبل كده. هناك جبهة أخرى الحقيقة بقيادة أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد بترفض سوزا، بتقول إن سيرته ضعيفة وعنده مشاكل أخرى. طيب مين الاسم التاني اللي كان مطروح؟ وده كان مطروح واستبعدوه وامبارح وأول رجع تاني. مين؟ باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار. لو تفتكروا باتريس بوميل اللي هو الراجل اللي بيلبس أبيض بيفتح الأول زرارين في القميص كده زي هيرفي رينار يعني، لأن هو كان مساعد هيرفي رينار لكن ما خدش منه حاجة. هو مساعد هيرفي رينار لكن ما خدش منه حاجة الحقيقة، هو بيبقى ياخد خد منه القميص الأبيض اللي بيلبسه وبيفتح الزرارين الأولانيين. فنيا لم يحقق أي شيء. منتخب كوت ديفوار من أقوى المنتخبات الحقيقة مع السنغال وخرج من دور 16 في البطولة الأفريقية لما واجهناه هنا يعني في الأمم الأفريقية. كل التجارب التدريبية لم يحقق فيها أي نجاحات، أبرز اللقطات المضيئة له أنه هو كان المساعد زي ما قلت لكم
هيرفي رينارد المدير الفني السابق الحالي لمنتخب السعودية. في انقسام عليه في اتحاد كرة القدم، في البعض بيقول طيب ما نشوف مدرب يبقى محتاج جعان وعايز يشتغل اكتر، وممكن على فكرة دي وجهة نظر، خد بال حضرتك دي وجهة نظر. يعني ايه؟ يعني انا من وجهة نظري دايما ان انا اجيب مدير فني جعان عايز يشتغل ويموت نفسه علشان يكبر اكتر، عشان يكبر اكتر. عشان كده بكرة ان شاء الله في اجتماع ساخن داخل الجبلية، صراع الجبهات والاحزاب في اختيار المدير الفني. انا برضو في نفس الكلام عايز استغل هذه الفرصة واقول لهم رسالة، اتمنى ان ينسى الجميع مصالحه الشخصية وانسوا كل حاجة، فكروا في منتخب مصر بس، اسم مصر بس، انتوا حضراتكم موجودين من اجل خدمة منتخب مصر والكرة المصرية وليس شيء اخر. عموما انا حكيت لكم القصه يعني برضو بمناسبه ان احنا يعني بنعرف نحكي يعني او يعني نحن قناه الحمد لله والشكر لله، كلنا مش اسلام، كل اللي موجودين وكل المذيعين عندهم مصادرهم اللي تقدر تقول لحضراتكم كل حاجه، ولكن في من اهلي تحديدا لا. فبكره هنشوف الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده هيحصل فيه، ومن سيفوز، هل جبهه الاستاذ جمال علام ولا جبهه الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات؟ هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. كمان النهارده اتحاد كره، بما اننا يعني بنتكلم عن اتحاد كره القدم، اتحاد كره القدم ارسل شروط بطوله كاس مصر للانديه 16. يا مسهل الحال اللي قرعتها اتسحبت. احنا بنقول اهو، احنا اللائحه معانا من دلوقتي، اي تغيير في هذه اللائحه هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا. بعد سحب القرعة مؤخرا اللي هي كانت من كام يوم دي وحصل عليها المشاكل الكتير، شروط هذه المسابقة جاءت كالتالي: في حالة انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز والصاعد للدور الثاني. النادي المذكور أولا يرتدي الزي الأصلي بينما يرتدي الفريق الثاني الزي الاحتياطي ويكون مخالفا تماما للزي الأصلي. الحاجات بقى اللي هي اللي حضراتكم عارفينها. النادي المذكور أولا يكون مسؤولا عن كرات الملعب، يبقى صاحب الملعب يعني. النادي المذكور أولا يكون مسؤولا عن جميع النواحي التنظيمية للمباراة من كافة النواحي والأوجه، سيارات إسعاف، حماية مدنية، صبية ملعب، ضيافة، منظمين، كل حاجة. قرعة مباراة دور ال 16 لبطولة كأس مصر عن أسفرت طبعا عن المواجهات الآتية: نادي الزمالك سيلقي نادي الاسماعيلي، المصري سيلقي نادي ايسترن كامباني، انبي مع البنك الاهلي، بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، النادي الاهلي مع مصر المقصه، المقاولون العرب مع الجونه، طلائع الجيش مع منتخب السويس، سموحه مع كفر الشيخ. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع لحضراتكم من جديد عشان نستعرض اخبارنا، اخبار البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خطيب بيكرم مصطفى عسل بعد فوزه ببطوله العظماء الثمانيه للاسكواش. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على التكريم امام حضراتكم على الهواء مع حضراتكم مصطفى لاعب سكواش النادي الاهلي بعدما توج مؤخرا ببطوله العظماء الثمانيه للمره الثانيه على التوالي بعد الفوز على نظيره النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا. عفوا. كابتن خطيب قام باهداء مصطفى درع وعلم النادي الاهلي معربا عن تقديره لهذا الإنجاز الكبير الذي حققه والذي يحمله مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة لاستمرار في حصد البطولات وتحقيق المزيد من الإنجازات. أيضا من جانبه أكد أو عبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بتكريم الكابتن محمود الخطيب وقال أنه يشعر بالفخر الشديد لتقدير النادي، مشيرا إلى أن كل ما حققه من بطولات حتى الآن يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من الجميع داخل النادي الأهلي، مرجعا الفضل في ذلك إلى منظومة العمل بالنادي التي توفر الأجواء المناسبة للنجاح. طبعا الكابتن محمود الخطيب متواجد أمام حضراتكم الأستاذ السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وأيضا الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق، الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة
الأستاذة مي عاطف عضو مجلس الإدارة، الجميع كان متواجد الحقيقة لتحية مصطفى، يستحق كل التحية والتقدير. بالمناسبة احنا موجودين مع حضراتكم دلوقتي وهناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي بيدور تقريبا منذ 3-4-5 ساعات، هنشوف ايه اللي هيحصل في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي ونعلن لحضراتكم إن شاء الله ايه اللي هيحصل بعد قليل في الاجتماع. الحقيقة لما يكون في حكم كويس بنقول ان في حكم كويس، لما بيبقى في حكم كويس بنقول ان في حكم كويس. كابتن محمود البنا على الرغم من ان هو عنده اخطاء، يعني كابتن محمود البنا هيحكم بكره مباراه الاهلي وسموحه، هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان لو كابتن البنا اخطا بكره يبقى مش هنقول ان هو اخطا؟ لا، هنقول ان هو اخطا، ولكن بكره طاقم تحكيم مكون من الكابتن محمود البنا حكما للساحه، كابتن محمود ابو الرجال حكم مساعد، كابتن يوسف البساطي حكم مساعد، كابتن عمرو رمضان حكم رابع، ثم كابتن عمرو الشناوي حكم فيديو، ثم كابتن محمد محمود لطفي مساعد حكم فيديو. إذن كابتن محمود البنا وكابتن عمرو الشناوي هيكون، كابتن محمود البنا هو الحكم الساحة وكابتن عمرو الشناوي هو حكم الفار. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. لما بيبقى عندنا حكم زي كابتن محمود البنا بنقول، انا شخصيا بعتبر ان الكابتن كابتن محمود البنا واحد من افضل الحكام اللي موجودين في مصر الحقيقه. يعني هل ده معناه تاني اهو بقول وبكرر معناه ان هو لو اخطا مش هنقول؟ لا، هقول ان هو اخطا، ولكن ما راجل ما بيعملش شو، ما بيعملش منظره، ما بيعملش قرارات عكس القرارات اللي المفروض ان يتم اتخاذها. ممكن يخطئ وده طبيعي جدا ان في بعض الحكام ولكن هناك البعض بيخطئ كل مباراه، في كل مباراه بيلعبها ضد الاهلي بيخطئ نفس الاخطاء. ده معناه ايه؟ معناه كتير بقى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. سموحه بيضم 20 لاعب استعدادا لمواجهه النادي الاهلي غدا ان شاء الله في تمام الساعه 9:30 في الاستاد الاسكندريه. أسماء اللي موجودة في قائمة سموحة: الهاني سليمان، عمر صلاح، أحمد حكم، أحمد بيكم، أحمد عبد التمساح، ثم شريف رضا، وخالد عبد الفتاح، وبهاء مجدي، وأحمد جمال، وأحمد حمص، ومحمد كناريا، ومصطفى الخواجة، وحمدي علاء، وعبد الكبير الوادي، ومحمد نادي، وحسين فيصل، أبو بكر البادي، وفهد جمعة، ومروان حمدي، وإليا سيلا. مجموعة الحقيقة من اللاعبين الجيدين اللي موجودين في قائمة نادي سموحة. أنت ليه يا عم إسلام ما قلتش قائمة النادي الأهلي؟ حتى الآن لم يتم الإعلان عن قائمة النادي الأهلي، قد تكون القائمة نزلت في مواقع وكذا وكذا وكذا، ولكن احنا بناخد كلامنا من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. يعني ممكن جدا تلاقي القوائم نزلت في 100 حتة، ممكن جدا تلاقي تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي نزل في 100 حتة، ولكن في قناة الأهلي ما ينفعش نقول إلا بعدما يتم الإعلان بشكل رسمي. كابتن عبد الحميد بسيوني هيقود هذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي من المدرجات للإيقاف، إنه تم إيقافه في المباراة الأخيرة. غدا إن شاء الله كلاتنبرج يصل إلى القاهرة للتفاوض مع اتحاد كرة القدم بشأن تولي تطوير منظومة التحكيم. أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الرجل هو فأل خير للتحكيم المصري. هيجد مقاومة شديدة جدا جدا، ولكن كل التوفيق ليه لو هو اللي هيتم الاتفاق معاه أن يكون على رأس منظومة التحكيم خلال الفترة القادمة. يصل الكابتن مارك كلاتنبرج الحكم الدولي السابق إلى القاهرة للتفاوض مع مجلس إدارة الاتحاد بشأن تولي مهمة الإشراف على تطوير منظومة التحكيم في مصر بداية من الموسم المقبل. تتضمن السيرة الذاتية العديد من الخبرات التي يتمتع بها الحكم الإنجليزي السابق سواء في مسيرته التحكيمية أو عمله الإداري حينما ترأس لجنة الحكام سابقا بالاتحاد السعودي لكرة القدم. محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال بعد إلغاء وزن 81 كيلو من الأولمبياد القادم. تمنى له يا رب كل التوفيق
في رحلته القادمة، سواء كيفما يريد أو كيفما اختار محمد إيهاب، واحد من أبطال رفع الأثقال الكبار اللي ياما جاب ميداليات لمصر خلال الفترات السابقة. كل التوفيق للجميع، وزي ما قلت لحضراتكم بكرة مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا أمام سموحة. كيف يستطيع النادي الأهلي أن هو يلعب بكرة؟ اللي هيعمله كابتن سامي قمصان في ظل بعض عودة بعض المصابين أو سداسي المصابين هيكونوا موجودين معاه، هل هيشتغلوا معاه من البداية ولا لا؟ كلام كتير جدا فيما يخص هذه المباراة، وأيضا كلام كتير جدا يخص مباراة أو فريق نادي سموحة، الواحد من أهم وأعرق الفرق اللي موجودة في الدوري العام المصري، مع اتنين من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، هيكونوا في ضيافة البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، ازيك كابتن عادل؟ مشرف ومنور. ربنا يخليك كابتن، سعداء بوجود حضرتك معايا. وانا كمان سعيد والله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام، منور ومشرف يا كابتن ماهر. كابتن اسلام، سعداء بوجودك معانا، بقالنا فتره ما تقابلناش مع حضراتكم. شرف لينا ان حضرتك تكونوا معانا. كابتن عادل ابدا مع حضرتك، وخلينا اتكلم مع حضرتك الاول في مباراه بكره. سموحه فريق جيد جدا، واحد من اهم واقوى الفرق اللي موجوده في الدوري بقاله فترات طويله الحقيقه. من وجهه نظرك كيف ترى هذه المباراه الصعبه في ظل غيابات بعض الغيابات؟ الحمد لله رجع لنا سته، لكن لسه القائمه ما بنتش لغايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا تلاحم المباريات مع الفترة الأخرانية في حضرتك، آخر مرة أنا آسف آخر ما كنت معانا أنا قلت هذا الكلام، قلت إن الفترة القادمة هنجد إصابات كثيرة في ظل تلاحم المباريات ولعيبة المنتخب، حتى اتكلمت تحديدا على عمرو السولية. في ناس لعبت 90 مباراة في السنة اللي فاتت والسنة دي حاجة و40 ولسه الدوري 46، فأنت ما فيش لعيب يتحمل الجودة ده. بس إحنا مش عايزين نخش في الموال ده تاني، إحنا عايزين نقول للعيبة انسى حبيبي بقى الاجهاد، وانسى اي حاجه، في روح قتاليه. انت لما بتبقى تعبان قوي وبعدين بتجيب جول بتعمل ايه؟ بتعمل سبرنت. طب الطاقه دي كانت فين؟ يعني انت مخزنها اهو؟ لا، طلع كل طاقتك، لكن انت عندك 3 بطولات مهمين جدا، دوري عام واثنين كاس. مظبوط. فانت لابد انك انت في الفتره دي، وبعدين احيانا ربنا يبعت لك اصابات في توقيت معين علشان العناصر اللي ما كانتش بتلعب تلعب. صح، فيلعب حسام ويلعب كريم ويلعب كوكا ويلعب زياد ويلعب حسام حسن وبعدين الاصابات دي تروح في وقت انت محتاجه فيه يرجع لك 6. فخدوا فتره الراحه ديت اللي انت المفروض ان انت ما كنتش تقدر تديها لهم لولا الاصابه. نعم، بيرجعوا لك بعد استشفاء وبعد قضاء فترة جيدة من التأهيل، ثم ان انت في المرحلة ديت بتبقى طبعا عندك تشوق للكورة. احنا شفنا الماتش اللي فات حمدي فتحي وايمن اشرف قاعدين في المدرج، طبعا يعني عايز يلعب. وكذلك كل اللعيبة والاحتياطي بدر وكل الناس، بدر بنون وكل الناس عايزة تلعب. علي معلول كان ممكن يلعب الماتش اللي فات، فكل الاصابات دي كان ممكن جدا تبقى حاجة سلبية بالنسبة للفريق. أنا بشوف إنها بقت حاجة إيجابية من وجهة نظري اللي فيها ولله الحمد تفاؤل كبير جدا، إن أنا بإذن الله تعالى الفترة اللي جاية من ماتش بكرة هيبقى هناك العناصر اللي هي ممكن المدير الفني الجديد مع كابتن سامي قمصان هيحصل إيه؟ تحصل بقى عملية التدوير بشكل جيد، لأنك أنت الناس اللي كانتش بتلعب ابتدت تدي لها وابتدت تاخد ثقة. حسام حسن النهارده بعد ماتش اللي فات بقى في حته تانية. مظبوط، حتى هو قال كريم بعد كتر الماتشات بقى في حته تانية. كوكا بعد اداؤه في اكتر من مركز برضه بقى في وضع افضل. نعم، بقى في منافسه مع علي معلول على الرغم من الفارق الكبير ما بين علي كخبره ودولي والاخره، مع ناشئ او يعني لاعب في الفريق الاول واخد الخطوه بخطوه، وكل خطوه بياخدها عن طريق ثقه وعن طريق اللعيبه اللي حواليه كمان بيدوله. نعم، المساحه اللي هو وهو بيأدي ما بيبقاش خايف. فطبعا التدوير اعتقد هيبقى جيد جدا بكره.
ماتش مهم جدا، وكل الماتشات اللي جايه اعتقد هيبقى فيها العنصر اللي فيه التدوير، وان شاء الله التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله يوصلنا ان احنا ما نفرطش بونت باذن الله تعالى. كابتن ماهر برضو خليني اسال حضرتك عن محمد الشناوي الحقيقه، لانه انا الفتره اللي فاتت يمكن من حقنا ان احنا ننتقد اداء اي لاعب، حق جمهور النادي الاهلي ان هو ينتقد اداء اي لاعب كمان، ولكن الحقيقه انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده في بدايه كلامي، انه الفتره اللي فاتت لقيت بعض الاكونتس الفيك اكونتس تخش تتكلم عن محمد الشناوي تحديدا عشان توجه جمهور بشكل او جمهور النادي الاهلي بشكل او باخر، ولكن كان بيرد عليهم دايما جمهور النادي الاهلي ان ده النجم الكبير وبيعمل وبيخلي وبيسوي، لكن في النهايه هناك زي تحس كده ان في اتجاه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي ان هم رايحين لهذا الاتجاه ان هم يوقعوا محمد الشناوي، وجهه نظري ما اعرفش صح ولا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح يا اسلام طبعا انك انت النادي الاهلي البطل، الناس عايزه تنول منه باي طريقه، من ناحيه السوشيال ميديا، أيوة، من ناحيه التوجه، من ناحيه الضغط عليه، واحنا شفنا يمكن يعني في الماضي كده والبطوله الافريقيه اللي ضاعت مننا، نشوف الكم من الضغوطات اللي كانت على النادي الاهلي. ايوه. ففي توجه اكيد طبعا على البطل، هو البطل تملي اسلام بيبقى محطوط تحت المنظار، البطل تملي بيبقى يعني بلغه الكره مكروه. واخد بالك، هو اللي بيكسب، هو اللي بيحقق، النادي الاهلي 115 سنه بيحقق فيها انجازات، بيحقق فيها بطولات. فاكيد طبعا بيبقى التوجه بيبقى من خلال انك انت عايز تحبط الفرقه، عايز تحبط حتى النجوم، يعني واحد زي الشناوي بيعتبر نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر بقاله 3 سنين بصراحه، يعني بيحافظ على شباك النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكل كبير. بيحصل اخطاء، مش ممكن اسلام 3 سنين الحمد لله العب 3 سنين من غير اخطاء. بالظبط، بدون اخطاء. فان حد النهارده الاخطاء اللي يمكن حصلت مش الشناوي اخطاء يمكن بسيطه والحمد لله يمكن كانت في الدقائق الاخيره، لكن طبعا عايز اقول لك ان دور سامي قمصان في الفتره اللي فاتت، أيوة، ديت ان عوده الروح مره ثانيه لعيبه النادي الاهلي من ايجابيات الفتره اللي فاتت بعد رحيل المستر موسيماني. سامي قمصان ابن النادي الاهلي، أيوة، اللي بيوضب البيت بقى اسلام، ودي مهمه شاقه جدا جدا لسامي ولسيد. ازاي بسرعه انك انت تبدا توضب البيت في اللي فات يعني طبعا عشان الراجل اللي جاي. فالحمد لله 400 سامي قدر يرجع لنا حاجات جميله جدا كنا فاقدينها في خلال الفتره اللي فاتت، حته روح الفنانه الحمراء، روح اللعيبه. النهارده اللعيبه بتلعب باصرار بشكل كبير جدا. التوازن والشكل الاستراتيجي اللي بيلعب بيه سامي، ومنها تقارب الخطوط اللي كان ناقصنا بقى لنا فتره، التامين الدفاعي اللي كان برضك ناقصنا بقى لنا فتره، النهارده بقى في شكل الاستحواذ، الانتشار، الضغط، ودي حاجات كلها بصراحه بترجع لسامي اللي نضج بشكل كبير، ودي سمه ولاد النادي يا اسلام. لما بيتولوا المهمه، كابتن عادل تولى المهمه قبل كده، كابتن فتحي مبروك، كابتن زيزو، حسام البدري، محمد يوسف، فمن الامانه بصراحه الناس بتشتغل بجديه، بتشتغل بتركيز وحبا في ناديها، اقل حاجه تقدم له هذا المردود. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني ربنا يبعدنا عن الاصابات، لان عوده اللعيبه السته هيفرقوا معانا بشكل كبير، هتدي مساحه كمان لسامي ان هو يقدر يبقى عنده استراتيجيه في الاداء، عنده لعيبه يقدر يعتمد عليها بشكل كبير. كمان في نقطه مهمه جدا اسلام، حته اشراك الناشئ. بحيي سامي قمصان ان هو زي ما كابتن عادل قال قدر يشرك لنا الناشئ في وقت وتوقيت صعب مهم جدا، وصعب جدا، في ثبات في التشكيل، اداء اللعيبه الخبره اللي موجوده بتساعد الولاد الصغيرين. النهارده بقى في منافسه لاولادنا، ذكرنا مصطفى شوبير قبل كده في مباراه الكاس، كوكا طبعا، وزياد طارق، زياد، فدول ان شاء الله باذن الله من اللعيبه الواعده اللي مستنيين منهم كتير ان شاء الله. شفت الماتش ده ازاي يا كابتن اللي احنا بنتفرج عليه بيراميدز؟ ما اعرفش، في ناس بتقول الاهلي لاعب وحش لا بطريقه دفاعيه مش وحش، دفاعيه وهجوميه. اصلا انت بتلاعب بيراميدز كل منتخب مصر ومنتخب يعني فرقه تقيله، وبعدين جايه لك مرتاحه، يعني انت بتلعب كل يومين ماتش، وبيراميدز يعني مش بنفس كثافه الماتشات اللي انت بتلعبها. مظبوط.
انت النواقص اللي عندك، عندك فرقه كامله ناقصه، فرقه كامله، ومع ذلك انت ايه الفرص اللي ضاعت منهم؟ مفيش فرص تقريبا، حتى البنالتي اللي جه في شك يعني، عبد الله السعيد رمى نفسه ان هو مسك من الاول، رمضان مسك الشناوي وطبعا عبد الله ما لمسوش، رامي ما لمسوش والله، لا برجليه ولا بايديه. فانما انت طبعا يعني ربنا اكرمك انك انت جبت جول في البدايه، وبعدين الماتش رايح جاي ما بين الفرقتين، انت مأمن بثلاثه في نص الملعب، وبعدين الشوط الثاني ابتديت تلعب بطريقه مختلفه، وده برضو بيتحسب لسامي قمصان والسيد عبد الحفيظ الحقيقه، قادرين ان هم يسيطروا على الاداء وعلى الروح القتاليه وعلى الجوانب الفنيه في الفرقه. فانا بشوف انه يعني كان ممكن جدا الشوط الثاني، ايوه لو محمد مجدي قفشه يعني كان عنده يعني نوع من ال عايز اقول ايه جديه شويه في الاداء، أيوة. كان ممكن جدا اكتر من تمريره، كان ممكن جدا يبقى السكور اكتر من كده. يعني التمريره اللي عملها لحسام جه منها الجول، قبلها برضو في كورتين كان ممكن يتلعبوا، كان ممكن جدا السكور يبقى اكتر من كده. ايوه طبعا الحكم طبعا كان غير موفق على الاطلاق، الى جانب الفار ما كانش شغال، حكام جاي من رومانيا والفار من المجر، والمجر ما فيهاش فار صحيح. فانا ما اعرفش اتحاد الكوره يعني ايه المفروض يتعمل في النادي الاهلي اكتر من كده يعني. يعني انت بتدفع فلوس وبالدولار عشان تجيب لي حكم، وبعدين الدوري واقف في الخمس البطولات او الدول اللي هي المفروض ان انت تجيب منها حكام دول في فتره يعني. دول في فتره راحه، لا وكاس عالم، عندهم كاس عالم كمان، وعندهم كاس عالم، وبعدين انت راجل، انت راجل هيجي 24 ساعه بياخد 5-6 آلاف دولار، هيرفض يعني؟ هيرفض ازاي يعني؟ وبعدين ما هو بيروح في الدوري السعودي، بيروح في الامارات، وبيروح في قطر، فبرضه من ضمن الحرب. بس زي ما بقول لك كابتن مار، اصل في حرب بتبقى حرب شريفه في الملعب، وفي حرب غير شريفه. الحرب الغير شريفه اللي هي بتتعمل مع النادي الاهلي دلوقتي، يعني يحاول يوقع موسيماني ويضرب في النادي الاهلي من خلال المدير الفني، عشان المدير الفني يبقى واقع تحت ضغط، وبعدين يجي على الشناوي، وبعدين يجي على لعيب تاني برضه من اللعيبه المؤثره، اشمعنى الشناوي؟ طب ما كل الاجوال بتغلط في العالم كله، وحتى الاجوال اللي موجوده في الانديه في الدوري بتاعنا بتغلط غلطات، وغلطات كبيره جدا، ومع ذلك ما حدش بيجيب سيرتهم. فهي هو مسلسل من ايام بقالنا سنه ونص في حرب خارج المستطيل الاخضر. بس هو كابتن برضو، واتمنى برضو اسمع منك يا كابتن ماهر، لانه النهارده اخطاء كثيره جدا في مباراه الزمالك وسيراميكا، على انا بتكلم على الاول في اول 10 دقائق ربع ساعه اللي شافهم الواحد، في مباراه المحله والاسماعيلي، في مباراه البنك والمقاولين، الحقيقه كل المباريات يا كابتن عادل يا كابتن ماهر فيها اخطاء، واخطاء يعني فجه، اخطاء تخليك تبقى قاعد يا جماعه، طب ده انا شايفها والكابتن عادل شايفها، والكابتن عادل قاعد في بيته وحضرتك قاعد في بيتك وانا قاعد واحنا بنكلم بعض، قلت له يا راي واحد المحله ما فيها كذا، راي واحد يعني، وحضراتكم يعني ما لا لا انا قد كده، لكن حضراتكم بتتكلموا في الكوره من شوف من كام سنه، طب ايه يا جماعه ده يعني؟ كل خبراء الكوره بيبقوا مجموعين على حاجه، الحكام يا كابتن بيبقوا في حته ثانيه غريبه جدا. اسمع منك يا كابتن. بص يا اسلام، خد بالك احنا بقالنا اكتر من 3 سنين كده، والوحيد اللي انا بقول عليه اتفضل، الوحيد اللي متضر هو النادي الاهلي. احنا ضياع الدوري 15 بونت اخطاء التحكيم السنه اللي فاتت، وعلني قدام يعني مسمع ومرأة الناس كلها. والمنافس خد كام كوره بالظبط، وساعدت كمان بونت. المنافس ان هو يقدر ان هو يعني ياخد بنط مش من حقه. ايوه، فعايز اقول لك حاجه يا اسلام، الاخطاء دي موجوده من ايام الكابتن الشاذلي في الستينات، وايامنا احنا في السبعينات، وما زالت موجوده في العصر الحالي يعني. ايوه، ويمكن احنا كنا نادينا قبل كده كابتن عادل، وقلنا احنا محتاجين نبقى زي الدول اللي حوالينا المتقدمه، زي السعوديه والامارات وقطر، ان عندها لجنه حكام اجانب جايه بتخطط للكره القطريه، وتخطط للكره السعوديه، وتخطط للكره الاماراتيه، ايه المانع
ان احنا نبقى زي الناس دي. فالنهارده يعني شايف في اتجاه ان هيبقى هيجي حكم يا كابتن يقدر يخطط لنا خلال الفتره اللي جايه ونتعلم منه. اسلام مش عيب من نتعلم منه. هو جاي بكره، يعني هو جاي بكره للتفاوض. اتكلمت مع حضرتك من 4 سنين ايام ما كنا بنحل زمان، قلت لك الحل التحكيم بتاعنا خبير اجنبي. خبير اجنبي، احنا قلنا الكلام ده على فكره من زمان قوي، ما كانش حد بيتكلم في الموضوع ده. ما كانش حد لسه فتح، لانه الراجل ده اولا بيجي بس مقاومه شديده جدا الحقيقه. مقاومه من مين؟ من 3-4 حكام. وبعدين يعني انت ما بتقاومش ليه المدير الفني للفريق الاول للمنتخب؟ ما بتقاومش ليه؟ انت بتقاوم لان هم بيستفيدوا. رئيس لجنه حكام في نادي اتظلم، فطلع على الهوا بيقول ده انا اتصل بيا رئيس النادي فلان الفلاني. الله، وانت المفروض رئيس النادي يكلمك؟ ده انت قاضي، في حد بيكلم قاضي ملعب؟ في حد بيكلم قاضي ملعب وتطلع على الهوا بتقول ان رئيس النادي الفلاني بيتصل بيا بيقول انه اتظلم؟ انا الخواجه ده حد او اي خواجه او اي واحد اجنبي او اي اسم هيجي يحكم في رئيس نادي هيتصل بيه يقول له انت جبت لي؟ ما اعرفوش. وبعدين الحكام محتاجه صف غير في المرحله الاولانيه. أيوة. المرحله الاولانيه الناس اللي بيحكموا بقالهم 7-8 سنين كفايه كده، لان اخطائهم بقت فجه وكثيره جدا وبيتاثروا، ومش بيتاثروا بس وبيتوجهوا كمان. كابتن انت في حكمين مصريين راحوا وصلوا الوداد ونهضه بركان ده للبطوله وده للماتش الفاينل. الفاول العجيب اللي اتحسب البنالتي اللي بتاع ضد الوداد ده كان، وبعدين طرد الجول، وبعدين الثاني برضه ضرب جزاء ملهاش اي معنى. اظن عاشور في ماتش البركان. فانت الناس دول الراجل الخواجه لما يجي بيقيم الناس دي من خلال شرايط. وبعدين بيعمل صف. الحكم ده المفروض يبقى فيه شخصيه قويه جدا. وبعدين راجل ما لا يتاثر بالضغوط. راجل على ثقافه عاليه جدا. بيتعلم الانجليزيه، لياقه بدنيه على اعلى مستوى. مش هجاملك اذا انت ما عملتليش التيست اللي بيتعمل، اللياقه البدنيه بتاعتك قد ايه؟ وفي اختبارات نفسيه في الحكام طبعا برضه بتتعمل. فكل الامور ديت طبعا هتبقى تحت المنظار. وبعدين برضه لازم الناس تبقى عارفه كل رئيس لجنه حكام بيجي كابتن بيبقى ما وراه مجموعه من الحكام اصدقائه. فلو في مثلا 3-4 رؤوس كبار كل واحد معاه مجموعه. اوكي. شله يعني. فكل واحد يجي يبقى معاه الشله. معاه الشله بتاعته. وهم عارفين كده. الكلام انا بقوله مش بذم في حد والله، بس هو كل واحد بيجي على الهوا بالمجموعه بتاعته، هم عارفين الكلام ده. واحنا انا بنشتغل في التحكيم من في التدريب من السبعينات. فانا عارف الكلام ده كويس وهم عارفين الكلام. وانا عندي ولاد عندي كانوا لعيبه ودلوقتي اللي مسك رئيس لجنه الحكام واللي يعني دول كانوا عندي لعيبه. فانا عارف اللي بيجرى في الموضوع ده. الراجل الخبير الاجنبي ده اللي هيجي رجاء ما حدش هيقدر يهوب ناحيته. واعتقد ان المجلس هيبقى مقتنع 1000000% ان الراجل اللي جاي هيدوله كامل الصلاحيات انه يشتغل من الجدر. وبعدين بيتقال عليه سمسار حكام، مش سمسار حكام هو ده. هو في بعض ماتشات بيروح جايب لك الطقم من بره، كل الحكام بتقعد تتفرج على الراجل ده وبتقيمه. زي ما انت كده بتروح تبعت ابنك في مدرسه او مدرب عندك بتبعته للبرازيل يعرف اسس التدريب والحاجات اللي فيها تطور. الراجل ده بيعمل كده، فبيجيب اطقم من العالم كله علشان الجمهور وعشان الاداريين وعشان الحكام يتعلموا او يشوفوا الراجل ده بيتحرك ازاي وبيشتغل ازاي قراراته ايه. احنا شفنا الحكم يا كابتن، ودي هختم بيها، شفنا الحكم الاسباني اللي جه مباراه الاهلي والزمالك لما عواد وقع بيضاع وقت عمل معاه ايه؟ ده راح عمل له ايه؟ قال له قوم. لو حكم تاني كان هيعمل ايه؟ هينده للجهاز ويطلع وضيع الوقت. انما هو كلاعب كوره وكراجل عارف اللي بيحصل في الملعب راح عمل له ايه؟ قال له قوم. قال له قوم وراح مديله ظهره ومشي. ايه اللي حصل؟ قام على طول. الحاجه الثانيه الكوره اللي صلاح محسن الجول اللي جه راح رجع للفار اللي امام جري شافها جول. طيب وهو الحكم عمل ايه؟ جري على جول على طول، مشاور جول ما خدش بقى دخلت ولا ما دخلتش. ناس مصحصحه دخلنا في الديبيت ده صحيح صح مصحصحه ومركزه. طيب
وبتتقن مهنتها. بكره كابتن ماهر الاهلي هيلعب مباراه صعبه زي ما قلنا، شفت او هتشوف من وجهه نظرك كابتن سامي يعمل ايه؟ بص يا اسلام، يعني سامي لما تولى المهمه تحس كده ان في ثقه بصراحه في سامي بشكل كبير، يعني أوكي. استفاد من مستر موسيماني، ودي طبيعه سامي الهدوء. بقى له فتره كمان بقاله فترة. قبل كابتن، وبعدين كمان يعني سامي كان صعد حرس الحدود، يعني قبل كده كان عامل انجاز مع حرس الحدود بتصعيده للدوري الممتاز. صح. سامي تحس كده ان في عوده الروح مره تانية يا اسلام، تحس ان اللعيبه حته الحركه والنشاط والاصرار والعزيمه، وده احنا شفناه يمكن في مباراه المحله والدقائق الاخيره اللي احنا مشهورين بيها، يعني يعني تملي لما الحكم يرفع في الدقيقه 90 وقت بدل ضايع 4 دقائق و5 دقائق، كل الاهلاويه يقول لك ايه؟ الاهلي هيجيب جول، الاهلي هيكسب. فدي برضك من ضمن الدوافع الجميله اللي موجوده في اللعيبه في مرحله سامي. الحاجه الثانيه الايجابيه اللي موجوده، ايوه، تحس ان في انتشار في الملعب من ناحيه اللعيبه، يعني بالطول وبالعرض، تقارب الخطوط الثلاثه ما كانتش موجوده ايام مستر موسيماني، وانت بتدافع خطوطك الثلاثه في ال 30 يارده قريبين من بعض في نص ملعبك. وبعدين في حته الاستخلاص والاستحواذ تحس ان اللعيبه بتطلع بكوره في 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 جمله بتتنفذ من على الاطراف، في جمله بتتنفذ من ورا يا اسلام جميله جدا، رامي بيعملها في المساحه الفاضيه في مباراه الزمالك، بصراحه ضربنا بيها اكتر من مره، بتتعمل مره لعلي معلول، بتتعمل مره لطاهر من ناحيه اليمين، تتعمل لحسين الشحات، في حاجه بتتعمل مع سامي بشكل كبير، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي فيها ثقه، كره طويله وبعدين خطا طبعا من مدافع الزمالك، الزمالك طبعا عبد الغني، توقع كبير من شريف، وحس المهاجم عملها ببطن رجله بشكل كبير، دي الحاجات، نفس اللعبه اللي حضرتك بتتكلم فيها، دي الحاجات اللي فعلا سامي قدر يركز عليها يا اسلام بشكل كبير جدا من بدايه المباراه. الحاجه الثانيه كمان الضغط من بدايه المباراه، ما كناش بنضغط على الخصم، وكنا نتمنى نطلع في شوطات التحليه نقول نستنى لازم شوية. ربع ساعه صح. نضغط فيه عشان نقدر نجيب جول، من خلال الجول ده نقدر نفتح اللعب ونقدر ناخد ثقه، والجهاز الفني واللعيبه برضك سامي من ضمن الحاجات اللي بيعمل الكلام ده بشكل جيد. الحاجه الثانيه كمان يا اسلام حته التصويبات اللي من خارج ال 18 النهارده، يانج بيصوب، السوليه بيصوب، حمدي فتحي بيصوب، يعني بدانا كمان موضوع التصويبات اللي احنا يمكن كنا يعني مقللين من ناحيته او ما بنوصلش صح في بعض المباريات دي، ودي كانت مهاره من ضمن المهارات اللي نقدر نكسب بيها في المباريات بالشكل ده. ايوه. الحاجه الثالثه كمان الكور الثابته اسلام، الكور الثابته دلوقتي بينا نقدر بنهدف من خلالها، يعني لو جيم مقفول ذكرنا مثلا المباراه اللي فاتت اتلعبت طاهر حطها بدماغه، دي حاجه من ضمن الحاجات برضك اللي تحسب لسامي، الكرات الثابته، الحاجات الثابته. التغييرات يا اسلام اللي كانت مع مستر موسيماني ان كانت متاخره بشكل كبير جدا جدا، ودايما اخر 5 دقائق بتحذروا من اخر 6 دقائق اخر 7 دقائق، ويا عيني اللعيبه كانت بتظلم صراحه، يعني انه بينزل ما بيلحقش يلمسها، فالنهارده سامي بيختار التوقيت الصح، بيدي اللعيبه توقيته كويس جدا جدا، بيدي مساحه كبيره جدا للعيب، واللعيب بياخد مساحه كويسه قوي، بيقدر من خلالها يثبت نفسه، بيقول لسامي انا يعني قادر ان انا اكون من ضمن اللعيبه المميزه او ابدا المباراه من خلال المباراه اللي جايه. اخر حاجه طبعا اشراك الناشئ، ودي مهمه جدا يا اسلام، النهارده بدا بكوكا من بدايه المباراه، وبعدين حصل تغيير، كوكا رجع وحيد لما اتصاب طلع ونزل، طلع رجع كوكا وبعدين نزل زياد، يعني زياد دي كمان نفس اللعبه بس في ايسترن كامباني يا كابتن الحاج بالظبط. عايز اقول لك اسلام، المباراه اللي فاتت كنت اتفرج في اهلي مدينه نصر، أوكي. والله ثلاثه جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي مع الولاد الصغيرين مع كل لعبه بيسقفوا طبعا، مع كل لعبه هم خريجي مدينه نصر مع حقيقي والله حاجه تفرح، يعني طبعا خريج النادي الاهلي يعني بالزبط. ولكن بالظبط طيب. في عاطفه كبيره جدا جدا كمان مع النشء طبعا في اشراكهم، وده بيرجع برضه انت بتصرف فلوس كتير قوي يا كابتن، ان انت بتجيب لعيبه كتير، ما انت عندك اهو يا جماعه عندنا كوكا اهو بسم الله ما شاء الله، زياد طارق، قد يكون ان محتاجين شويه احمد عبد القادر، طلع لك عمار حمدي لما يرجع بالسلامه، اشرف اللي على الدكه كمان مواليد 2001 بالزبط. حاجه جميله، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي تقدر تعتمد عليهم في الفتره اللي جايه، لانها فتره مهمه جدا وصعبه جدا يا كابتن عادل.
لكن عايز اسال حضرتك برضو يا كابتن عادل، لانه انا عندي 6 لاعبين من المفترض ان هم كانوا بيلعبوا بصفه دوريه او دائمه خلال الفتره السابقه، ما لعبوش بقى لهم ماتشين او ماتش، راجعين، تعمل ايه كمدير فني يعني؟ يعني اقصد ان هتلاعب 6 ولا هتلاعب 1، هتلاعب 2، 3، 3 حسب، مش عارف. في بعض مراكز عليها جهد كبير جدا، واخشى ان بكره، لانه السوليه انا عارف رقم 1 بالنسبه لك. طبعا السوليه محتاج يلعب الشوط الثاني مثلا، ما يبداش، او يبدا ويبقى في حمدي مكانه. انما في بعض من اللعيبه الستة اللي موجودين في اصابات، كانت اصابات مش جامده، مش ضمه، اجهاد خفيف في العضله زي حمدي، علي معلول كان برضو شد خفيف. فالاصابات اللي زي دي واتعمل التاهيل كويس لازم ابدا بيها. اوكي. لان انا بعد كده عندي بتروجيت ممكن قبل نهائي كاس مصر، قبل القديم، قبل النهائي ممكن في الماتش ده برضو يبقى عندي عمليه التدوير هتبقى مفيده جدا في الفتره ديت. فممكن جدا ما ابداش بالسته، لكن على الاقل ان انا في 4 يكونوا موجودين في الاماكن اللي فيها نوع من الاجهاد عندي. في اماكن عندي ما فيهاش اجهاد، يعني صلاح محسن مش مجهد، حسام حسن ما فيش اجهاد، شريف ما فيش اجهاد، طاهر ما فيش اجهاد. فدول دي عناصر انما حسين الشحات ممكن استنى عليه شويه، فاهم ازاي؟ انما علي معلول ممكن هو اذا هو سليم 100% وعنده الطاقه ممكن ياخد، ايمن اشرف سليم 100% ممكن جدا يبقى على الدكه وممكن يلعب الشوط الثاني، لان ياسر الحقيقه كان مجهد جدا الماتش اللي فات، واعتقد ان هو اكثر من مره، وكان السمانه عنده شد، عمليه الاستشفاء اتعمل مباريات رائعه الفتره اللي فاتت دي، هو ورامي الماتش اللي فات 10 على 10. أوكي. انا بس كنت زعلان شويه من محمد مجدي، لانه محمد مجدي أفشى. يعني في اكثر من كوره بالبلدي او بلغتنا بالكوره بيتدلع شويه، عامل الجونين بيتدلع، بس بيتدلع يا كابتن، هو عامل الجونين بس يعني طبعا ممكن يكون، لكن انا بقول في الاخر يعني، اما انت مطلوب مني ان انا اعمل اكتر من جونين يعني في ماتش زي بيراميدز، ما لما ربنا عامل. لما ربنا بيسترها معاك. أوكي. لما ربنا يسترها، انا النتيجه لسه 1-0. طبعا شوط اول ربع ساعه، وبعدين حتى سامي كلم معاه كره جايه له بيعملها كده بالكعب، توقيت غريب جدا. وده ماتش كاس، في خروج، في جمهور في البيوت، وفي جمهور على القهاوي، في جمهور في كل حته اهلاويه، بيبقى في نوع برضو. سامي كلمه اكتر من مره، اللي انا الرساله اللي بحب ان انا اوصلها لمجدي، انت راجل الناس كلها بتحبك، ولازم تعرف ان النادي الاهلي نادي كبير قوي، وفي لعيبه كتير قوي ونجوم كبار قوي، كابتن صالح، كابتن حسن، كابتن خطيب، صح، كابتن ابو تريكه، هل حد منهم كان بينزل الملعب علشان يعني يمتع نفسه؟ لا، اتمتع مع زمايلك. يبقى انت بتعمل الباصه، وبعدين بتعمل الجهد البدني القوي، وبتعمل الواجب الدفاعي بتاعك. انت ما بتاديش الواجب الدفاعي بتاعك خالص. نعم. لا، فدي برضو رساله بامانه وبحب، بامانه وبحب بقولها له كراجل ابن من ولادي، بقول له انت لازم تأدي الواجب الدفاعي بقوه وبشراسه، وبعدين الكوره اللي تجيلك بتتحسب. برضه في كوره جت على ال 18 في ماتش غزل المحله، كورتين بيتحطوا فوق العارضه، والنتيجه كانت لسه 1-1 او. فطبعا كل الحاجات دي انا بتمنى انها باذن الله تعالى تبقى موجوده، وان شاء الله باذن الله تعالى التوفيق يكون حليفنا بكره ان شاء الله، ونكمل باذن الله تعالى. سموحه يا كابتن ماهر بقى، خلينا ننتقل لسموحه شويه. سموحه من الفرق المميزه، بيعتمد دائما على التكتل الدفاعي، وخصوصا امام النادي الاهلي هيعتمد على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده، وعنده او يملك مجموعه هجوميه جيده جدا، ويمتلك السرعه اللازمه اللي تخليهم يروحوا. كيف يمكن ايقاف الناحيه الهجوميه او الهجمه المرتده بتاعت نادي سموحه؟ زي ما بدا سامي الماتش اللي فات يا اسلام، لما بيفقد الكوره. بس كابتن الماتش اللي فات تحديدا، يمكن هو كابتن عادل قال ان وجهه نظر ان هو بيقفل كويس وبتاع، لكن برضو الناس شايفه ان الماتش اللي فات انا مش الاهلي ما دافعش بالشكل ده.
ايه راي حضرتك برضه؟ عايز اعرف. يعني هو بس قرب ثلاث خطوط من بعض محتاج. أيوة. محتاج بقى الجانب الدفاعي يبقى يعني مضمون عن كده. دي حته دفاعي ولا الهجومي؟ الدفاعي الاول على اساس دفاع الاهلي. الدفاع الاول صح. اوكي. وخطوطي تبقى قريبه من بعض صح. والسحوه الصح. في الحاله دي اقدر اقطع بالهجمه المنظمه واقدر اطلع بالكونتر اتاك، ابقى حماس الخطوره بشكل كبير جدا على سموحه. لان احنا عندنا كمان اسلام في حته التلت الهجومي عندنا من السرعات، يعني عندنا طاهر سرعات، عندنا شريف سرعات، لو شفنا الهدفين اللي احنا جبناه عندنا حسام حسن عنده سرعات. حسام حسن حسام حسن عنده سرعات في خلق المساحه، يقدر بين الباك وقلب الدفاع. قفش عنده من الرؤيه وعنده من التمرير الطولي او البيني بيعمله بشكل ايجابي. اوكي. طبعا سموحه كمان اكيد بتستوعب، عارفه النادي الاهلي يعني في مرحله انتقاليه. نعم. واكيد باسيوني يهمه جدا ان هو يقفل الجيم وعامل معاهم نتائج جيده الحقيقه. بصراحه يعني هو بينتقل من مباراه لمباراه مع سموحه بشكل جيد. هو عارف ان مباراه الاهلي صعب جدا، وعارف اللي بيفتح خطوطه على الاهلي بيتضرر بشكل كبير. فالنهارده باسيوني يقول لك لا، انا مش عايز اغامر على النادي الاهلي. عندي من اللعيبه عندها وادي، عندها من السرعات، وفراوده بتلعب بدماغها بشكل جيد، وعندي مساحات اقدر استغلها، لكن بحرص. فالمدرب الذكي مع النادي الاهلي بيقسم مباراته اسلام لمراحل. ربع ساعة ممكن يكون فيها تنظيم دفاعي على أعلى مستوى، بعد كده ممكن يكون في استحواذ مع كونتر أتاك. المهم ما يجيش فيه في الأول، لأن هو عارف إن النادي الأهلي في أول ربع ساعة تلت ساعة أكيد سامي هيطلب من لعيبة النادي الأهلي الضغط من قدام عشان نقدر نجيب هدف يفتح لنا الجيم. فأنا شايف المباراة هتبقى من المباراة الصعبة، وزي ما أنت قلت يا إسلام ان كل الناس مركزه مع النادي الاهلي. يعني الجل زيادة. انت ذكرت حته الجل وحته انه هيك عادل كده كان بيتكلم برضه، يقول لك هيكوا الشورت وهيكوا الفانيلا، هينام بدري، في تغذيه. انا يمكن عشان عندي مشاكل اخرى فبقول لحضرتك انه كلنا بنعمل كده. طبعا كلنا طبعا. وكمان حتى الدوافع النفسيه، انت مش لازم مش مطلوب منك ان انت تشحن لعبتك زياده عن اللزوم، لان هم اصلا مشحونين زياده عن اللزوم. فطبعا انا شايف ان مباراه سموحه من المباريات اللي فيها تكتيك عالي جدا يعني بالنسبه للاثنين المدربين. ان شاء الله باذن الله سامي يتفوق على باسيوني من حته التكتيك، يتفوق عليه من حته ترابط الخطوط. يتفوق عليه من حته كونتر اتاك، يتفوق عليه من حته احراز الاهداف ان شاء الله. كابتن عادل، المباراه صعبه او كل حاجه، ولكن في النهايه انت النادي الاهلي عندك ست لاعبين راجعين من الاصابه، لكن حضرتك لفت نظري لقصه ان برضو المدير الفني له رؤيه مختلفه، يعني ان انت بتباصص حتى لبتروجيت بعد كده، ان انا ممكن العب النهارده عشان اريح بتروجيت. هيبقى عندي عمليه التدوير هتبقى متاحه. أوكي. يعني النهارده مثلا بكره حسين الشحات انا ما بلعبوش بكره، ممكن العبه في ماتش بتروجيت، اديله الماتش من بدايته. اي حد تاني اصابته يعني كانت كبيره والحمد لله رجع، ممكن جدا ان هو ادفع بيه في ماتش بتروجيت، لكن على الاقل يبقى في اربعه من الاساسيين خاصه في نص الملعب، حمدي فتحي اذا كان ايمن اشرف، لان ياسر الماتش اللي فات كان مجهد جدا. تكمل الكلام كابتن ماهر، فريق سموحه بيلعب على المرتده زي ما حضرتك تفضلت. لما بيبداوا الهجمه من تحت اذا ما عليهوش ضغط بيلعب كور طويله لمروان محسن. بيلعب كور طويله لرمضان وهو بيطلع بياخدك على صدره كويس بيحضن عليه. اللي هيبقى على الرقابه عليه، لان انت لو مسكت الوالي ومروان الماتش بالنسبه لك هيبقى في منتهى السهوله. فانت أوكي. عمليه الضغط من البدايه بحيث ان هو ما يبداش من تحت. أوكي. وعلى فكره فريق سموحه بيلعب بنفس الـ الاداء اللي كان محفظه لهم احمد سامي، يعني حتى الان يعني عبد الحميد باسيوني احترمنا، يعني هو مستمر في نفس الاداء. انا مش هلعب
في طريقه اللعب. ذكاء ذكاء طبعا. قال لك اول ما جاء حتى قال لهم انا هلعب بنفس الشكل ونفس نفس الشكل ونفس اللعيبه ونفس الاداء، انا مش هغير، الفرقه كانت ناجحه وانا ناجح. هو بس الماتش الاخراني مع الطلائع تعادلوا في الاخر خالص 3-3، طبعا مريحين بقى لهم فتره. الوادي لو برضو لانه بيراوغ، وبعدين برضو في حته ولادنا اللي هيبقى باك رايت او اللي هيبقى مساك مع مروان، الراجل ده دايما بياخد القرار وعكسه، يعني يعمل انه هيشوط وما يشوطش يروح مرقص، يعمل انه هيرقص ويروح شايط. فانا اتعامل معاه اصبر شويه، اتعامل معاه بعقليه المهاجم صح. أصبر انا مدافع شوية. انا مدافع هتعامل معاه اللي هي بتبقى اصبر شويه يا كابتن يعني، ولا هي. بتبقى اوكي اتعامل معاه بعقليه المهاجم. انت هتشوط، طب انت المساحه اللي هتشوط فيها مسموح بيها يعني الزاويه مفتوحه، فانا ابقى بعقليته وانا دارسه طبعا، لان انا في الفتره دي في المعسكر وقبل كده لعبت ضده. فحته التمويه ان انا هرقص وبعدين اقف وبعدين اشوط والحاجات دي لازم ابقى دارس الراجل ده، بحيث ان انا العنصرين دول انا لو يعني مسكتهم بشكل جيد وقفلت عليهم مساحات ما اعتقدش ان يبقى في خطوره ثانيه من اي حد ثاني، لان مروان هو الخطوره، هو الهداف بتاعهم، واللي بيلعب من تحت باستمرار عبد الرحيم الوادي اظن هو ده اللاعب الليبي اعتقد او مغربي اعتقد مغربي كبير الوادي هو مغربي. فهو الولدين دول هم اللي دايما عاملين الخطوره، اللي بيعمل محطه حسين فيصل يعني لعيب مراوغ اللي كان كروش كان اخده في المنتخب، ده ممكن بيبقى محطه لكن ما عندوش سرعات، لكن عنده المهاره. لكن ان شاء الله ماتش الولاد بتوعنا يبقى مستصعبين المباراه من بدايتها وحارسين جدا. نعم. من اول دقيقه الروح القتاليه مش لازم تبقى في الدقيقه 90، مش لازم اوصل للدقيقه 90 عشان الروح القتاليه تبقى موجوده، لا عايزينها من اول دقيقه. عموما هي مباراه صعبه، نتمنى فيها رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل، شرفت ونورت. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر، شكرا كابتن، شرفت ونورت. ان شاء الله بعد قليل الحقيقه اعتقد ان اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي انتهى، نشوف ايه اللي حصل في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل محمد جمال وايمن جلبرتو ونشوف ماذا حدث في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ تمام كله تمام. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ حبيبي يا كابتن، كله كويس؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طيب، هل اختار النادي الاهلي مدير الفني ولا لسه؟ هل ايه القرارات اللي تم اتخاذها من مجلس اداره النادي الاهلي؟ خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من امام مجلس اداره النادي الاهلي، يقول لنا اهم القرارات اللي تم اتخاذها اليوم في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انتهى منذ أعتقد دقيقة أو دقيقتين. فاروق أهلا بيك، أنا عارف أن أنت بقالك فترة طويلة جدا في النادي، قول لنا إيه الأخبار وطمنا، هل تم اتخاذ قرارات تخص النادي الأهلي طبعا في هذا الاجتماع؟ أهم هذه القرارات يعني في البدايه خلينا ارحب بيك يا كابتن اسلام، كل التحيه ليك كابتن اسلام، طبعا برحب بضيوفك الكرام الاستاذ ايمن جلبرتو والدكتور محمد جمال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا كابتن اسلام، هو يوم طويل شويه، يعني الكابتن محمود الخطيب كان حريص انه يكون موجود النهارده في المران الاخير لفريق النادي الاهلي قبل السفر الى الاسكندريه لملاقات فريق سموحه في الجوله 23، ورسائل الدعم المستمره من الكابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي. يعني عقب جلسه الكابتن الخطيب وحضوره للمران، توجه طبعا للمقر او مكان انعقاد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اللي انتهى منذ لحظات. خلينا اطلع حضرتك واطلع كل مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي على أهم القرارات اللي تم اتخاذها في هذا الاجتماع. القرار الأول يا كابتن إسلام، طبعا اعتمد المجلس تشكيلات الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي على المستوى الجماعي والمستوى الفردي للموسم الجديد. وعايز أقف عند النقطة دي يا كابتن إسلام، لأن النادي الأهلي خلاص بدأ ينتهج سياسة استقدام المدربين الأجانب في قطاعات الناشئين، وبالتالي موجود مدرب أجنبي في قطاع الناشئين الخاص
خاص بفريق بفرق كره اليد وايضا فريق فرق كره السله، وده نهج جديد بينتهجه مجلس اداره النادي الاهلي طبعا مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي للارتقاء طبعا بمستوى اللاعبين في هذه يعني اللعبات سواء كره اليد او كره السله. كما تم القرار الثاني، كما تم التجديد لمديري الادارات التنفيذيه والاجهزه الاداريه حتى 31/12/2022، كما وافق المجلس على توصية المكتب التنفيذي باستضافة المعسكر التدريبي للمنتخب الكويتي لتنس الطاولة في إطار العلاقات الودية والمعاملة بالمثل اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي وكافة الأندية أو يعني المنتخب أو المنتخبات الكويتية ودولة الكويت الشقيق. على نفس الأمر برضو يا كابتن إسلام، والعلاقات الودية العلاقات الطيبة اللي النادي الأهلي بيتمتع فيها في الإطار العربي، وافق المجلس واعتمد يعني استضافة المنتخب المملكة العربية السعودية لتنس الطاولة على استضافة أيضا المعسكر التدريبي اللي هيقام في فرع مدينة نصر أيضا في إطار العلاقات الودية اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي وأيضا دولة أو المملكة العربية السعودية. كما وافق المجلس على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد في بطولة البوسنة الودية والمقرر إقامتها في الفترة من 23/8 حتى 27/8. دي كانت يعني أبرز القرارات اللي تم اتخاذها. طبعا الجلسة انتهت منذ لحظات يا كابتن إسلام بحضور يعني كافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا بقيادة الكابتن محمود الخطيب. طيب القرار الأهم، هل كان هناك قرار؟ طبعا بما أنك ما قلتوش يبقى هو مش موجود، ولكن هل هناك ملابسات معينة نقدر نتكلم فيها في هذا الأمر ولا ننتظر؟ طبعا بالنسبة للمدير الفني طبعا للفريق الأول لكرة القدم، طبعا يا كابتن اسلام طبعا انت عارف ان الامر المدير الفني الجديد هو الامر الاهم اللي بيشغل بال كافه الجماهير ويعني عشاق النادي الاهلي في كل مكان، وده طبعا مطلب مهم جدا طبعا. لكن خلينا انوه لنقطه مهمه جدا، ان الكابتن محمود الخطيب النهارده في اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفني بقياده الكابتن سامي مصان في كلامه مع اللاعبين نوه لنقطه مهمه جدا، عدم الانسياق لاي كلام بيثار على السوشيال ميديا حتى الانتظار الى اعلان مجلس الاداره النادي الاهلي اي امر يخص الجهاز الفني الجديد. طبعا النهارده الاجتماع طرح اكثر من امر في الاجتماع، لكن لم يصدر اي قرار بشان يعني المدير الفني الجديد. اعتقد يعني ان شاء الله انت عارف ان من خلال قناه النادي الاهلي يا كابتن اسلام احنا القناه الرسميه للنادي الاهلي، فبنتعامل بكل المصداقيه من خلال الشاشه ان احنا ننقل الصوره بالكامل للجمهور، ولكن بمنتهى المصداقيه اعتقد يعني لو اي امر هيصدر في هذا الامر من او سياق المدير الفني الجديد هيتم الاعلان من خلال يعني الجهه الرسميه او من خلال النادي الاهلي، وبالتالي هيتبقى الامر ان شاء الله يكون موجود معانا على قناه النادي الاهلي. لكن حتى الان دي القرارات اللي صدرت من مجلس اداره النادي الاهلي يا كابتن اسلام. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، طبعا من امام مقر النادي الاهلي او من داخل مقر النادي الاهلي ومقر اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الذي انتهى لبعض القرارات اللي هنقولها لحضراتكم، اول ما تجي لنا هنقولها لحضراتكم زي ما سمعتوها من فاروق صلاح فيما يخص تجديد لبعض مدير الادارات التنفيذيه او التجديد لمدير الادارات التنفيذيه، الموافقة على استضافة بعض الألعاب أو بعض البطولات أو بعض الأجهزة اللي هتيجي من المملكة العربية السعودية أو بعض الأندية اللي هتيجي من المملكة العربية السعودية. عمالين يقولوا لي في وداني فاتلخبطت بصراحة، اصبروا شوية. طيب إذا لا يوجد قرار لمجلس إدارة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، عشان كده أنا دايما بقول لحضراتكم خلينا ننتظر قرار مجلس إدارة النادي الأهلي فيما يخص المدير الفني. خلينا ننتظر قرار مجلس إدارة النادي الأهلي فيما يخص المدير الفني للنادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. غير كده كل اللي حضراتكم أو كل اللي احنا بنتكلم فيه أو للناس كلها بتتكلم فيه آسف جدا مش هنقدر نقول هذا الكلام على قناة أو على شاشة قناة النادي الأهلي إلا عندما يتم الإعلان رسميا من هو المدير الفني القادم للنادي الأهلي. كلام مهم جدا عايزين نعرفه برضو من خلال وجود أيمن ومحمد جمال. هنتكلم النهاردة عن مباراة بكرة، مباراة صعبة، احنا لسه شايفين
مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا اعتقد انتهت 3-2 يا شباب. 3-2 انتهت 3-2 كان 3-0 و3-2 يعني 3-0 الزمالك وسيراميكا سجل هدفين وكان ممكن يعود. يعني المباراه طبعا الدوري في مراحله دي زي ما نقول كده مراحل حسم لسه في بدايات الدور الاول، ولكن الامور ملتهبه جدا، كل واحد بيحاول ينجو بنفسه، اللي في الصداره صراع الصداره عايزين يكملوا، واللي تحت عايز ناس عايزه تهرب. مباراه سموحه بالتاكيد هي مهمه وصعبه، كمان صعوبتها في ان الفرقه واضح جدا المجهود البدني الكبير، بنتكلم زمالك بعد كده لعبنا المباراه في الكاس تقريبا مع بيراميدز، ويعني المباريات ورا بعضها احنا مش قادرين نلاحق. استرن في الزمالك بعد كده نخش على بيراميدز، الدنيا دلوقتي سموحه، الامور كاس قديم كاس جديد، الامور الصراحه صعبه جدا. الحاله البدنيه احنا شايفين اللعيبه الامر صعب جدا، ياسر ابراهيم حتى ورامي ربيعه بيقدموا مباريات رائعه الفتره الاخيره، وواضح عليهم كمان ان يعني في مباراه بيراميدز الامانه واضح عليهم ان هم في الاخر حاسس ان هم مش قادرين، يعني نفسهم اعتقد ان هم اكتر اتنين نفسهم بدر بنون ومحمد عبد المنعم يكونوا دلوقتي فيت وجاهزين ينزلوا يعني يريحوهم شويه، وده مهم يعني مهم جدا ان النادي الاهلي يستعيد كل لاعبيه وكل لاعبيه يبقى جاهزين. كنا مبسوطين جدا طاهر محمد طاهر لما خرج بشد في المباراه اللي قبل مباراه بيراميدز، خلاص ان هو خرج بشد؟ لا انا قصدي في ثلاث ايام رجع دي ان هو رجع يعني يعني ان هو رجع في ثلاث ايام دي حاجه كويسه جدا. ألي ديانج ان شاء الله يتعافى اسرع واسرع، لان القايمه محتاجين كل لاعب في القايمه، لان الفتره اللي جايه كل يومين ثالث ماتش، كل يومين ثالث ماتش، ده مش حاجه طبيعيه. ف وده قدرنا، قدر النادي الاهلي ان مفيش فرصه ان احنا نضيع فيها نقط، زي ما احنا شايفين المنافس المباشر بتاعنا بيكسب، فطول ما هو بيكسب احنا لازم احنا كمان نكسب عشان نصدر له هو الضغط، وامورنا تبقى في ايدينا ما تبقاش في ايد اي حد. جيمي، مباراه سموحه بكره مباراه مهمه جدا، بحال اعلان النادي الاهلي عن وجود مدير فني جديد، قد خلاص لن يتم الاعلان النهارده، قد تكون حال اعلان بكره او بعد بكره، قد تكون المباراه الاخيره لكابتن سامسون، قد تكون كمدير فني. فمهم جدا انه يكمل المباريات، سلسله المباريات من حيث النتيجه الجيده اللي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت، بدايه من مباراه المصري بالسلوم ايسترن كومباني حتى التعادل امام الزمالك، وبعده كان مباراة بيراميدز وتجاوز بيراميدز في الكاس. الراجل مقدم مباريات جيدة جدا بعد رحيل بيتسو موسيماني، اعتقد ان هو محتاج كمان بكرة انه يواصل مكاسبه في الدوري ويواصل الحفاظ على فارق النقاط النظري مع منافسه المباشر الزمالك، خاصة بعد ما فاز النهاردة في مباراة درامية جدا يمكن فيها لغط كتير، مش في احنا في معرض ان احنا نتكلم عنها، لكن كانت مباراة فيها احداث كتير جدا سواء على صعيد الفرص الضائعة. انا بصراحة اتفرجت على 10 دقايق شفت كده على الماشي، على الماشي ركله الجزاء كان يجب ان يتم احتسابها لسيراميكا شادي حسين. شادي حسين اول 10 دقائق ايوه صح، اول ربع ساعه صحيح، هي دي اللي انا شفتها، وبعد كده كان عندي وفرص ضائعه بالجمله وكرات بتتشال من على خط المرمى زي ما شفت في المحله، والاسماعيلي برده كان للاسماعيلي له فاول كده كان ممكن يبقى طرد او حاجه كده فيما يخص المحله، برده نفس الكلام. يعني عندنا مشكله في التوالي، توالي الاخطاء التحكيميه سواء في مباريات مباراه الزمالك او قبلها مباراه المحله، فاعتقد انه لا المباريات الامور هتتصاعد خلال الفتره اللي جايه، زخم وتلاحم مباريات كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. ضغط بدني كبير على كل الفرق، خاصه على فريق النادي الاهلي اللي معدل المباريات بالنسبه له مختلف عن كل الفرق، لعبنا كاس عالم انديه، دوري ابطال افريقيا بنوصل للفاينل، عندك ست عناصر موجودين مع المنتخب وشاركوا بالاضافه لعناصرك الدوليه اللي شاركت مع منتخباتها، اعتقد انه التلاحم العنصر البدني هو عنصر مهم جدا واجب الارتكان عليه خلال الفتره اللي جايه لحين حسم الدوري ان شاء الله. قبل ما نطلع فاصل خليني اقول لحضراتكم على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب عقد اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي الاهلي بالجزيره لمناقشه العديد من الملفات الهامه التي تخص قطاعات النادي المختلفه في الفترات القادمه. وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية: اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لكافة فرق النشاط الرياضي الجماعية والفردية في الموسم الجديد، الموافقة على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد رجال في بطولة البوسنة والودية التي تقام
في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب الكويت لتنس الطاولة في مرحلة العموم رجال داخل صالات النادي الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في دولة الكويت الشقيقة. أيضا الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب المملكة العربية السعودية لتنس الطاولة في فرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في المملكة العربية الشقيقة. أيضا التجديد للمديرين والمتعاقدين في الإدارات التنفيذية، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر القادم. إذن دي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل. وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم دائما عندنا مباراة مهمة جدا جدا بكرة. خلينا بقى نسيب موضوع المدرب ده شوية، لأنه الحقيقة كتير جدا بيسألوا وكتير جدا بيتكلموا في هذا الأمر، كل واحد من حقه. ولكن عندنا مباراة مهمة جدا بكرة، بعد المباراة هنبقى نرجع نتكلم تاني عن المدير الفني والكلام ده كله. ولكن خلينا ننتظر الإعلان الرسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي للاسم المدير الفني القادم وجهازه المعاون من خلال القنوات الرسمية للنادي الأهلي، سواء المركز الإعلامي أو قناة النادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل شاشة البيت الكبير مع جيلبرتو بقى وجيمي محمد جمال هيقولوا لنا إيه الأخبار والدنيا هتبقى عاملة إزاي غدا في المباراة الهامة جدا أمام سموحة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جمال وجيلبرتو، خلينا نبدا بالتشكيل سموحه وكيف يلعب سموحه وكل ما يخص سموحه. طيب لازم كل ما يخص سموحه. طيب طبعا سموحه غير مديره الفني، نعم. كان موجود معاهم كابتن احمد سامي قبل ما يرحل كابتن احمد سامي ويروح لسيراميكا كليوباترا، ومتواجد معاهم دلوقتي الكابتن عبد الحميد باسيوني. لعب 6 مباريات، فاز في مباراه، تعادل في 3، وخسر مباراه وحيده امام بيراميدز. الرن الاخير بتاعه او اخر 3 مباريات كانوا الثلاث مباريات تعادل، ومن الملحوظ انه بيستقبل اهداف كتير جدا خلال المباريات اللي فاتت، خلال 6 مباريات اللي فاتت، وده هنتكلم عليه تفصيليا. الاخطاء الدفاعيه كمان هو بيسجل، معدلات التسجيل كمان عنده مرتفعه، تجاوزت الهدفين في كل مباراه من المباريات الـ6. اذا مما سبق انه فرقه سموحه بتلعب جيم مفتوح، معظم الوقت بتلعب جيم مفتوح، وهنتكلم عليه تفصيليا سواء الاخطاء الدفاعيه او طريقه الهجوم وتسجيل الاهداف. لكن خلينا نروح للتشكيل عشان الناس تبقى معانا واحنا بنتكلم على اسامي اللعيبه، يبقوا عارفين اللعيب اللي احنا بنتكلم عليه بيلعب البوزيشن بتاعه ايه في الملعب. وهنتكلم على التشكيل المتوقع ليه. ايوه سموحه طبعا الهاني سليمان في حراسه المرمى، خط الظهر خالد عبد الفتاح في الباك رايت، شريف رضا في الباك ليفت، 2 سنتر باكس بيتغيروا، لكن اللي ثابتين خلال الفتره الاخيره احمد عبد الحكم الصفقه اللي جت لهم في الشتاء، ورجب نبيل سنتر باك ناحيه اليمين. 2 لعيبه في وسط الملعب، مركز 6 حمدي علاء لاعب الزمالك السابق، ومحمد كناريا لعيب مركز 8. وهنقف كتير بقى على لعيب مركز 10 اللي هو حسين فيصل، لان هو على الورق وستاتيك بيبقى موجود مركز 10 لكنه ما بيلعبش لانه بيعمل سويتشات كتير، وهنقول مين الكي بلاير بتاع سموحه في المباريات الـ6 مع عبد الحميد بسيوني. مهم هاي. جدا نتكلم عليه اللي هو اللعيب اخر لعيب انا هحطه في التشكيله هنا، عبد الكبير الوادي، لعيب مهم جدا ومتالق خلال الفتره اللي فاتت او حتى في الفتره بتاعه الكابتن احمد سامي. مروان حمدي هداف الفرقه ب10 اهداف في الدوري، واحد من هدافين الدوري اللي بينافس على قائمه هدافي الدوري الموسم الحالي، والكي بلاير بتاعهم في المباريات الثلاثه الاخيره صديق اوجوله، وهنقول هو ليه الكي بلاير رغم ان مروان معدله التهديفي اعلى، رغم ان عبد الكبير الوادي معدله التهديفي اعلى، هنقول ليه ان اللعيب اللي محطوط على الورق في الجناح اليمين هو الكي بلاير لما نيجي نتكلم ونشرح ليه صديق اوجوله هو الكي بلاير. صديق اوجوله لو السكرين جايباني هنا، اللعيب اللي في الجناح اليمين هو ما بيلعبش في الجناح اليمين. صديق اوجوله هو اللعيب المتحرك اللي بيعمل سويتشات وبيعمل تجميع اللعب دايما. أيوة. مع حسين فيصل اللعيب اللي في مركز 10
دايما بيعمل السويتش ده، وحسين بيروح ناحيه اليمين يبتدي يدخل صديق اوجوله ويعمل تجميع اللعب مع عبد الكبير الوادي اللعيب اللي في الجناح الايسر، ويبتدي تجميع اللعب ده. لما نشرح الطريقه اللي بيسجل بيها سموحه هنجيب كوره تيبيكالي اللي احنا بنشرحه دلوقتي ده، وده اللي بيسجل منه سموحه خلال الفتره اللي فاتت. نمشي مايو طيب نمشي هنا، ده اللعيب صديق ايجولا، ده اللعيب. نمشي الفريم اللي بعده. بص انا كابتن صديق ايجولا ده المفروض على الورق كابتن احمد بصينو بيحطه جناح يمين ناحيه اليمين. صديق ايجولا مستحيل تلاقيه في حته واحده في الملعب، في بعض الكرات هنجيبه دلوقتي وبيلعب جناح يمين، في بعض الكرات هتلاقيه بيدخل جوه كمهاجم ومروان حمدي بينزل تحت عشان يسحب معاه السنتر باك. جيب لي الفريم اللي بعده، بيحط الكره لعبد الكبير الوادي اللي هو الجناح الايسر، عشان كده قلنا بيجي من ناحيه الجناح اليمين ويروح، واللي بيفتح الملعب مروان حمدي وحسين فيصل. التحرك بتاع عبد الكبير الوادي، جيب لي الفريم. بص بقى هنا هيخش صديق جوله، هيخش جوه ال 18 يشتغل كمهاجم تاني رغم ان هو جناح يمين وجاي هنا بيشتغل مركز 10. أيوه. وعمل تجميعه اللعب مع اللعيب ناحيه الشمال لما الكره تتلعب عبد الكبير الوادي. بص التحرك بدون كوره، عشان كده انا قلت هو الكي بلاير. طبعا هي وقفه غلط مع عبد الحميد. طبعا طبعا الاربع لعيبه واقفين وشهم في وش بعض ومفيش ماسك اربع لعيبه، انا في ثلاث لعيبه كمان هناك، لكن هو دي طريقته. يعني دي طريقه صديق اجوله من فتره كابتن احمد سامي، التحركات الكتير جدا، لكن وصل لمساحه من الهارموني مع عبد الكبير الوادي تحديدا ومروان حمدي، ان هنا خد المساحه دخل الراجل استلم. طبعا دي بقى النقطه اللي بيتكلم عليها كابتن اسلام، الوقفه الغلط، لكن هو خد بوزيشن صح. هم واقفين غلط، لكن خد بوزيشن صح، ده اللي سمح له انه عنده كل ده انه يحط الكره، هينزل يحطها على يمين الحارس. كان بالاضافه لكلام جيمي، فكره التمركزات بتاعتهم هجوما، هو اللي احنا نقول ارقامهم ومهاجميا بيجيبوا اهداف كتير ودفاعيا بيستقبلوا اهداف، ولكن هنتكلم عن الجانب الهجومي. يعني دلوقتي ده الجانب الهجومي للتمركزات بتاعتهم. لو شفنا يعني ارقام، طبعا مروان هنتطرق لارقام مروان وعبد الكبير الوادي تحديدا بما انهم هدافين الفرقه، وعبد الكبير كمان ده افضل صانع العاب يعتبر في الدوري حاليا كراجل عدد الاسيست بتاعته، ولكن مروان حمدي من اللعيبه اللي بتتواجد في الحته بتاعه 18 دي على طول، كل محاولاته وكل اهدافه وكل حاجه من جوه باستثناء هدف وحيد كان جابه من فاول. فالنهارده الحته اللي بيتكلم عليها جيمي دي مهمه جدا، ان لعيبه النادي الاهلي ومدافعين النادي الاهلي يركزوا فيها، ان هم الاربعه دول بيتحركوا بشكل يعني ممكن تمركزاتهم على الورق تبقى حاجه، لكن هم بيعملوا سويتشات كتيره جدا، وده اللي بيسهل ان هم يسجلوا اهداف. فان شاء الله مدافعينا يكونوا حاضرين للمواقف اللي زي دي، ما يبقاش فيه تمركزات سيئه عشان ما نديهمش الفرصه ان هم يسجلوا. يعني رجع لي معلش الفريم تاني، رجع لي الفريم بتاع الحاله الثانيه ادي. ايوه، مين اللي بيبدا الهجمه هنا؟ صديق اوجوله. بيبداها منين؟ بيبداها من الجناح اليمين، ده اللي احنا قلناه. بعض الهجمات هتلاقيه بيبدا اللعب من ناحيه اليمين اللي هو البوزيشن الاساسي بتاعه، بعض الهجمات هتلاقيه بيتمركز في مركز صناعه اللعب علشان يسند على عبد الكبير الوادي ويخش يكمل مكان مروان حمدي اللي بيبقى ساحب وعامل ستريتشنج بتاع الخط الدفاعي، بيروح هو على الهاي بوست او الزاويه البعيده، ويبتدي الثاني هو يشتغل على القريب ليه عبد الكبير الوادي. هنا التحركات اللي كنا بنتكلم عليها. معلش وقف لي هنا الفريم عشان نشرح هنا، دي تيبيكالي اللي كنا بنشرحه، ده حد واحد يمين واحد شمال واحد راس حرب. حسين فيصل اللي هو على الورق وبيحطه وهو واقفين الفرقه السيت بلاي بتاعهم، وهم واقفين بتلاقي حسين فيصل واقف في بدايه المباراه بلاي ميكر، واقف تحت مروان. تحت مروان هتلاقيه دايما بيفتح في اليمين، المحرك بتاع اللعب الكي بلاير بتاعهم هو صديق جول. تحركات كتير جدا طول الوقت، راجل نازل بيستلم من تحت من ناحيه اليمين بيسند على حسين فيصل. كمل الفريم اللي بعد اللي مكمل مروان اللي على الهاي بوست اللي على الهاي بوست عبد الكبير الوادي دخل. خش الفريم اللي بعده، دي مباراه الجيش الاخيره بالمناسبه اللي اتحسبت ركله جزاء، الكره دي اتحسبت ركله جزاء. الكره دي سيناريو تاني وشكل تاني لتحركات صديق اوجوله وتحركات الخط الهجومي الرباعي الهجومي، سواء بنتكلم على مروان حمدي، صديق اوجوله، حسين فيصل، وعبد الكبير الوادي. طيب حتى معلش الحته اللي انت قلت عليها، مروان حمدي لما بيكسر او يبعد ياخد يعمل سوتشات او يعمل الحركه اللي هي بتاعه ان هو يشد المدافعين معاه، في اهداف كتير لمروان حمدي عباره عن متابعات. متابعات ليه لمروان حمدي؟ لان هو الراجل بيبقى واقف في مكان كويس ومفضي الدنيا، وكره بتقع من ايد الحارس مثلا او بتترد من الحارس او المدافع تنزل على طول، هو يقوم سندها في الجون. فدي برده من الحاجات المميزه اللي عند مروان حمدي، رغم ان هو تعرض لنقد الى حد ما في فتره وجوده مع منتخب مصر، لكنه في الدوري هو عارف لحد دلوقتي ازاي يقدر ان هو يبقى واحد
من ضمن الهدافين، وكمان دلوقتي في المركز الثاني يعني خلف احمد سيد زيزو 12 وهو 10 ثاني هداف الدوري، فلعيب خطر ان انت لازم تركز عليه وعلى تحركاته. طيب نروح بقى ليه تاني، الخطوره بتيجي من سموحه فين وبيشتغل عليها ازاي؟ الكرات الثابته. فرقه سموحه فيها حاجه غريبه جدا، فرقه مميزه جدا جدا على صعيد السيت بيسز او الكرات الثابته. في الحاله الهجوميه عندهم مشاكل كتير جدا في الكرات الثابته في الحاله الدفاعيه. نفس الميزه اللي موجوده هجوميا هي اكبر عيب عندهم في السيت بيسز او الكرات الثابته. نبص هنا في كام لعيب عامل الزياده دي في مباراه استن، لكن مش هاخد دي مسطره، مش هقول ان هو ده 8 لعيبه موجودين جوه ال 18 دايما. هم بيعملوا الاوفرلود يعني الزياده العدديه، كلهم بيبقوا متجمعين في سمول اريا في مساحه صغيره. راجع تاني معلش، رجع الفريم اللي قبله، رجع الفريم الايوه في سمول اريا، بعدين يحصل التحركات. ده الشكل الطبيعي اللي بيعمله سموحه، لكن في المباراه دي كان سموحه متاخر والدقيقه 97 والكره بتتعمل، فطلع 8 لعيبه. يعني ده مش الشكل الاعتيادي، هم بيعملوا الاوفرلود بخمس او ست لاعبين. كمان الهاني سليمان كان عامل الزياده، اشكرك انه عملت لي عليها هايلايتنج. هاني سليمان كان عامل الزياده، فالفرقه كلها طالعه للدقيقه 97، خلاص الثلاث نقط بيروحوا، وكانوا بيحاولوا ان هم يستعيدوا. فعبد القادر ديدا حتى اللي هيسجل الهدف، اللعيب رقم 7، الكره لما يكمل الفريم اللي بعده هتلاقي ان اللعيب رقم 7 مفيش، هم جيدين جدا في الحاله الهجوميه، لكن هنا كانوا عاملين اوفرلوب ب 8. هم في العادي بيطلعوا بخمسه بس وبتروا يعملوا الكروسز بعد كده، فهم مميزين جدا في الحاله الهجوميه. الراجل طبعا هنا في اخطاء كتير من اسن كامباني ومفيش ماسك والراجل طالع لوحده، لكن في المعتاد هم بيسجلوا كتير من الكرات الثابته. ونركز في الكرات الثابته على مروان حمدي، رجب نبيل، احمد عبد الحكم، الاثنين السنتر باكس والمهاجم، دول اهم ثلاث لعيبه بيجيدوا لعب في الكرات الراسيه، الكرات الثابته الهجوميه. نيجي نبص هنا واحده كمان، كره متكرره اوفرلود. احنا قلنا في الحالات العاديه 5 لـ6 لاعبين، هنا بنتكلم على 6 لاعبين من سموحه واقفين. وبالمناسبه فرقه الجيش من الفرق المنظمه جدا، ومع ذلك ده يقول لك ان فرقه سموحه بتسجل من الكرات الثابته الهجوميه بشكل متكرر ومتتالي، حتى لو كان خط الدفاع اللي قدامهم خط دفاع منظم زي طلائع الجيش مع كابتن طارق العشري. معلش الفريم اللي بعده، ده الفريم الاولاني اللي بعديها، حتى رغم ان هم عددهم قليل جوه ال 18، رغم انه التوزيعه بتاعه لعيب سموحه كلها راحه على الهاي بوست، لان الراجل طلع خدها، رجب نبيل طلع خد عمل التيك اوف وقطع على القريبه وخد الكوره، رغم ان كل لعيبه مروان وراح حسين فيصل واحمد عبد الحكم وعبد الكبير الوادي كلهم رايحين على الهاي بوست، لان الكوره معموله طويله على العارضه البعيده، لكن هو دخل قطع واقفين فاضيين كمان يعني لحد ما فاضيين، ادي هنا 2 فاضيين اهو، لان هم كلهم راحوا لرجب نبيل، راحوا لاتجاه الكوره ما راحوش لاتجاه الماسك او الماركينج. فدي واحد تاني اهم ميزه عند فرقه سموحه في السيت بيسز. دايما لما بنتكلم على اي فريق هو بيشتغل في الكرات المتحركه السيت بلاي ازاي، وبيشتغل في السيت بيسز او الكرات الثابته ازاي. اوفرلود بخمس لعيبه، يعني بيتواجد بخمس او ست لاعبين في مساحه ضيقه جدا، بعدين بيبقوا متمرنين على تحركات محدده لكل لعيب منهم، سواء على الهاي بوست او النير بوست، العارضه القريبه والعارضه البعيده، ويبتدوا يشتغلوا بعد كده بالكروسز. دي الكرات الثابته. نروح بقى لعيوب او الاخطاء اللي في بناء الهجمة أو الأخطاء الدفاعية اللي عند فضل. يمكن قبل ما نخش برضو على الأخطاء الدفاعية نقول شوية أرقام كده تدينا دلالة عن فرقة سموحة برضو ماشية إزاي. لو استعرضنا الجدول إن أرقام سموحة في الموسم ده، هم لعبوا فرقة لعبت 22 مباراة في المركز الخامس، ويعني من الفرق اللي بتنافس إنها تبقى موجودة في المربع الذهبي. فريق لعب 22 مباراة، سجل 33 هدف، معدل جيد جدا من الاهداف كرقم ان هم سجلوه، لكن استقبلوا 28 هدف، وده برضو بيدينا ازاي هم عندهم مشاكل دفاعيه. الكلين شيت اللي عملوه 8 مباريات من 22، نسبه الاكس جي بتاعهم اللي هي الاهداف المتوقعه 42، هم جابوا منها 33، فبرضو ده بيدينا ان هم ازاي بيخلقوا فرص فرقه هجوميا قويه زي ما شرحنا وزي ما جيمي برضو استعرض في بعض الحالات. بدقة محاولتهم على المرمى بنتكلم في 34% وتمريراتهم 76%. نستعرض ارقام برضو او في خريطه اللي هي بتورينا ازاي الطريق توزيعه الاهداف بتاعتهم ال 33. الفتره اكتر فترات هم بيسجلوا فيها اللي هي تقريبا الربع الاخير من الشوط الاول واخر ربع من المباراه، دي من الاوقات المميزه جدا ليهم تهديفيا، فبرضو ناخد بالنا في التوقيتات دي، لان اعتقد الاهلي
عنده مشكلة في الربع ساعة الأولى اللي بتبقى تحديدا في الشوط الثاني وآخر الشوط الأول، فنركز فيها جدا. برضو ممكن أخيرا نستعرض أرقام لاعب مهم جدا، واحد زي عبد الكبير الوادي، اتكلمنا إنه واحد من أفضل صناع اللعب اللي موجودين في الدوري، لعب 19 مباراة سجل 6 أهداف، خلق لفريقه 38 فرصة. بنتكلم من 38 فرصة دول فيهم 30 تمريرة مفتاحية اللي بنسميها الكي باس، ومنهم 8 اسيست لزملائه. 8 اسيست دول تقريبا يعني لو ما النهارده الماتشات ما فيش حد عداه، اعتقد هو افضل لاعب عمل عدد من صناعه الاهداف في الدوري، فمهم جدا نركز معاه. بيجيد التصويب من الخارج بشكل مميز جدا، سواء وهو ثابت او هو متحرك يرقص ويشوت، فكل الحاجات دي بتبين ان فرقه سموحه هجوميا فريق قوي، ولكن عندهم مشاكل دفاعيه هنتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله، هي دي اللي نستغلها خلال المباراه. يمكن لو اتكلمنا على الاخطاء الدفاعيه، عندهم خطأين مهمين جدا، اتكلمنا من دقيقتين بالظبط، قلنا انه اكبر ميزه عندهم في الكرات الثابته بالتواجد بعدد كبير وبعدين التحرك بشكل منظم للتسجيل من الكرات الثابته الهجوميه، نفس المشكله في الكرات الثابته الدفاعيه، عندهم مشكله كبيره جدا في التمركزات في الكرات الثابته الدفاعيه. طيب النقطه الثانيه المهمه جدا، بناء الهجمه من الخط الخلفي، بيبتدوا يعملوا البيلد اب من الخط الخلفي الاول، وده فيه خطوره كبيره جدا. يعني لما تيجي تبص على الفريم ده في مباراه ايسترن، مشكله وازمه كبيره جدا جدا في بناء الهجمه، شكل غريب جدا ان انا بطلع بلاعب واحد. طبيعي بناء الهجمه يبقى عندي الاثنين سنتر باكس واقفين عشان ابتدي اشتغل، وبعدين ببتدي اشتغل على الاثنين وينج باكس او الباكين الطرف، ابتدي اشتغل عليهم بشكل ما. الراجل هنا مرحل احمد رمضان بيكهام، مرحل طالع فوق قوي، المفروض ان هو السنتر باك الثاني اللي كان بيلعب في المباراه دي جنب رجب نبيل، لكن رجب هو اللي طالع بيسند على حمدي علاء، الكره بتتقطع من احمد حمص عفوا، الكره بتتقطع وهنا نبص هنا وقف هنا الفريم ده، منظر غريب جدا وحاله ساذجه جدا من خط دفاع سموحه. وبالمناسبه هتتكرر مره واثنين وثلاثه، مش بس في مباراه ايسترن، لا في مباراه الجيش، وكمان في مباراه انبي وبيراميدز المباراه الوحيده اللي خسرها فريق سموحه. هنا بنتكلم على 4-1 وانا بعمل بيلد اب مش هجمه مرتده. وخليني اوقف كمان على حاجه مهمه جدا، ان اللعيب ده الاثنين اللعيبه دول هم اوت اوف بوزيشن، بره الكوره بيعمل الباس وهو اوت اوف بوزيشن. تاني نقطة مهمة هنا، أنا مش بتكلم على فرقة متأخرة وفي الدقيقة 97 زي ما كنا بنشرح الكرة بتاع الركنية، أنت بتتكلم على مباراة في شوطها الأول، الوقفة الدفاعية دي واقفة في الشوط الأول ولسه معايا متسع ولسه معايا وقت، يعني مفيش اندفاع هجومي غير مبرر إن أنا أوصف الحالة دي، فدي حالة اتكررت مرة واتنين في نفس المباراة في بداية الشوط الثاني، هتتكرر تاني بنفس الشكل من فرقة إيسترن كومباني، وهيسجلوا منها الهدف الثاني. معلش ماشي لي بقى الفريم لحد ما الكره دي هتروح وهيتسجل منها الهدف الاول عن طريق احمد امين اوفا، ماشي الكره اهو الانطلاق، الاثنين واقفين فاتحين، محدش رايح مع المهاجم، محدش عامل الماركينج بشكل جيد، محدش عامل الترحيل، واحد بيقابل واحد بيروح يرحل، الاثنين مش موجودين لحد ما الراجل بيصل الى منطقه الجزاء وحيدا. كمل نفس الطريقه في نفس المباراه، نفس مساحات كبيره جدا في الخط الخلفي، 4 لعيبه واقفين، محدش ماسك، محدش عامل ماركينج ولا الترحيل بشكل جيد، الراجل بيدخل يعمل بنتريشن في راس من عفيه، بيدخل بيحط الكوره بالعرض، اللعيب مش ممسوك برده، معلش وقف لي هنا وعلم بس هنا، الراجل داخل في وسط ثلاثه، داخل في وسط ثلاثه لوحده، فلا في مان، لا المان متمسك بشكل جيد، لا الماركينج موجود، لا قفل السبيسز موجود. اللي بعده اعتقد احنا سريع، احنا في الماتش الدور الاولاني احنا استغلينا الحته دي برده بشكل كويس، الشوط الاولاني قدرنا نسجل مبكرا وخدنا ركله جزاء بنفس الطريقه الاهلي سجل في مباراه الذهاب 4 اهداف 4-1 بنفس الطريقه، استغلال المساحات، بطء الارتداد، الريباوند من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه بتاعت رجب نبيل واحمد عبد الحكم وكان احمد رمضان بيكام في مباراه الدور الاول. كمان الكرات الثابته بقى زاد عليها بعد رحيل احمد سامي، زاد على فرقه سموحه الكرات الثابته، هم بيسجلوا، لا زالوا بيسجلوا عدد كبير من الاهداف ومعدلاتهم عاليه، لكن معدلات استقبالهم الاهداف، ودي الكوره اللي كنا بنتكلم عليها، كان بيتكلم عليها ايمن، لو نمشي نمشي اللعبه اسرع، دي بدايه من ديانج، قفشه نازلين بيستلموا من تحت، هنشوف الكوره لما توصل وسط ملعب سموحه كام زاويه للتمرير متاحه، كام سبيس متاحه ان اللعيبه تشتغل فيها، تمركزات سيئه جدا من وسط الملعب، تمركزات سيئه جدا من خط الدفاع، ماشي اللي بعديها، شوف الفريم لما الكوره توصل للثلث الاخير من فرقه سموحه، هنا الراجل السترايكر رايح لوحده،
الراجل بيرسي تاو موجود في الناحيه اليمين لوحده، مشي كمان الفريم اللي بعده، رجع بيرسي تاو دخل انسايد، برضه لا زالت لعيبه النادي الاهلي مش ممسوكين رغم ان عدد لعيبه سموحه اكتر، تمركزات سلبيه بدون مسك بدون الترحيل عشان اقفل زوايا التمرير على لعيبه النادي الاهلي. اللي بعده تاني الفريم اللي بعده، ست لعيبه واقفين في الخط الخلفي قدامهم اتنين بستاره كلهم مش ماسكين، ست لعيبه واقفين في الخط الخلفي. ده بيقول لك بص هنا السبيس ما بين الراجل الديفندر اللي نازل تحت وما بين الراجل الباك ليفت عامله ازاي. اللي بعده الراجل نازل بيستلم بكل اريحيه، ثلاث لعيبه واقفين مش ماسكين، الخط الخلفي كله واقف مش ماسك. نفس الاخطاء اللي كانت موجوده، الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده مع الكابتن احمد سامي موجوده مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، زاد عليها كمان الاخطاء في الكرات الثابته. ده بيقول لك انها اخطاء افراد اكتر منها اخطاء سيستم، لان السيستم نفسه اتغير ما بين الكابتن احمد سامي والكابتن عبد الحميد بسيوني. يعني اصلا انا اسف يا كابتن اسلام، يعني مع الكابتن احمد سامي هم تقريبا لعبوا، يعني هم كسبوا 7 تعادلوا 6 خسروا 3، لكن نتكلم على حته معدلات التهديف دي، سجلوا 20 هدف واستقبلوا 17 هدف، يعني بنتكلم فرق 3 اهداف، يعني مفيش اللي هو ايه، مفيش جاب كبيره في فكره فرق الاهداف. ومع كابتن عبد الحميد بسيوني زي ما قلنا في البدايه سجلوا 13 هدف واستقبلوا 11، فانت بتتكلم فعلا هي اخطاء مكرره، فهنا ده معناه ان هي مشكله افراد. فالنهارده دي حاجه طبعا احنا بنتكلم بنحلل لماتش للنادي الاهلي، دي حاجه المفروض تكون كويسه لينا طبعا. النهارده لما يبقى في فريق هو عنده حاله او اخطاء متكرره، بنتكلم متكرره في 22 مباراه، ان معدلات استقبالهم للاهداف كبيره بهذا الحد، فانت النهارده بقدرات لعيبتك زي ما احنا هو بنستعرض دي الارقام، الفرق ما بين الفتره بتاعه الكابتن احمد سامي والكابتن عبد الحميد بسيوني مع اختلاف طبعا عدد المباريات، لكن هنركز على الرقمين اللي هو الاهداف المسجله، 20 هدف تستقبل 17 هدف سموحه مع الكابتن احمد سامي، مع الكابتن عبد الحميد بسيوني سجلوا 13 هدف واستقبلوا 11 هدف. فالنهارده دي حته لازم نركز فيها كويس جدا، واعتقد لعيبه النادي الاهلي في اخر مباراه وحضرتك حتى اديتنا الملاحظه دي في مباراه واحنا بنحلل مباراه المصري السلوم، الضغط اللي لعيبه النادي الاهلي بتعمله في البدايه تحديدا، لعيبه المهاجمين بيضغطوا ازاي، مهم جدا الضغط ده، مهم جدا، ولكن هتبقى هنا المشكله الحاله البدنيه بتاعتنا، كان الله في العون ان شاء الله. يعني لا الرؤى، انا عارف ان يعني برضه كابتن حضرتك كنت لعيب وعارف اللعيبه كل يومين الثالث ماتش موضوع صعب، الضغط الامامي ده بيبقى ربع ساعه ثلث ساعه في الاول كده، بس ان شاء الله انا قصدي ان هو ايه، ان شاء الله يصفر عن ان انت تسجل هدف او اثنين زي مباراه الدور الاول تريحك. احنا المهم في النادي الاهلي حاليا ازاي الفرقه تقدر تستريح بدري نفسها وهي في الملعب. انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، اشكرك يا جيمي، اشكرك يا ايمن، وان شاء الله نلتقي بعد كده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، لانه بكره ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين مباراه مهمه جدا، مباراه النادي الاهلي ضد نادي سموحه، مباراه في تمام الساعه 9:30 ان شاء الله، لاستوديو التحليل بقياده النجم الكبير الكابتن ايمن شوقي. عايز بس اقول لحضراتكم مره ثانيه وسريعا جدا، قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي تم اتخاذها اليوم. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترات القادمة. وعقب الجلسة تم اتخاذ بعض القرارات. اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لكافة فرق النشاط الرياضي للجماعية والفردية في الموسم الجديد. الموافقة على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد رجال في بطولة البوسنة الودية التي تقام في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل. الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب الكويت لتنس الطاولة في مرحلة العمومي رجال داخل صالات تنس الطاولة بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في دولة الكويت الشقيقة. الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي للمنتخب المملكة العربية السعودية لتنس الطاولة في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأخيرا التجديد للمديرين والمتعاقدين في الإدارات التنفيذية، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر القادم. هذه كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد ختام هذا الاجتماع اللي كان الكل ينتظر ايه اللي هيحصل فيه، وبالتالي خلونا ننتظر ماذا سيحدث في الايام القادمه بالنسبه للمدير الفني. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي قريبا وحلقه جديده من البيت الكبير.